السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. أنا أنس محمد، طبيب امتياز. إن شاء الله نتكلم النهارده عن المحاضرة الستة في الأورثوبيدكس، بتتكلم عن الفراكشر هيلينج، نتكلم عن الفيزيال انجريز، وآخر حاجة هو موضوع الأوبن فراكشرز. في البداية طبعا مش هننسى زمايلنا، ندعي لهم بالرحمة، ربنا يرحمهم ويجعلهم من أهل الجنة، وأن يجمعنا بهم في الآخرة على خير إن شاء الله. نتكلم أول حاجة عن الفراكشر هيلينج. يعني هو بدأ بتعريف الفراكشر هيلينج، وهو تعريف يعني منطقي جدا، ان هو عمليه الجسم، ان الجسم بيبدا يعمل ريبير للمنطقه اللي حصل فيها فراكشر. طيب ايه هي المتطلبات بتاعته او البري ريكويزيتس؟ اولا ان يكون فيه دم كويس واصل للمنطقه اللي حصل فيها فراكشر ده، لان اكيد المنطقه اللي حصل فيها فراكشر دي بدا حصل انجري للبلاد فيزلز اللي موجوده فيها. رقم 2 ان يكون فيه استابيليتي كويسه او ميكانيكال استابيليتي، بمعنى ان المنطقه اللي حصل فيها كسر اصبحت مثبته كويس، وده عن طريق ان انت بتركب سواء كاست او جبس يعني، او عن طريق بتدخله في اوبرتيف ميثودز بانواعها المختلفه. يبقى لازم مهم البلاد سبلاي. رقم 2 ميكانيكال ستابيليتي. طيب اول حاجه هنتكلم عنها البلاد سبلاي. في البدايه كده هنتكلم عن اجزاء البون. البون بيتكون من منطقه اسمها الشافت او بنسميها الديافيزس، بعدين بنخش على منطقه الميتافيزس لحد ما نوصل لابيفيزيال لاين، وبعد الابيفيزيال لاين بيتشكل الابيفيزس. طيب اول حاجه بنتكلم عن الارتري اللي ماشي كبير في النص ده، في كانال بنسميها الميدالري كانال، وبنسميه النيوترينت ارتري. النيوترينت ارتري بيفضل ماشي في الميدالري كانال ويطلع فوق، يعمل برانشات فوق عشان تعمل انستموزس مع ارتريز ثانيه. كمان بيعمل برانشات سواء يمين او شمال عشان برضو يعمل انستموزس مع باقي الارتريز اللي موجوده في البون عموما. يبقى اول حاجه عندي هو نيوترينت ارتري او بيسموه انتراميدالري ارتري. رقم 2 شويه بلاد فيزلز موجوده في البريوستيوم، اللي هو عباره عن فايبرس باند كده بيكون حوالين البون، بنسميها بريوستيوم فيزلز. ثالث حاجه في منطقه الابيفيزس بيطلع شويه ارتريز يعملوا انستموزس مع النيوترينت ارتري، بنسميها ميتافيزيال فيزلز. يبقى انا عندي اللونج بون عنده 3 بلاد سبلاي مهمين، هو النيوترينت ارتري الكبير بتاعهم، تاني حاجة بريوستيال فيزلز، تالت حاجة هو ميتافيزيال فيزلز. طيب أول حاجة هنتكلم عنها هو النيوترينت أرتري. قبل ما نخش على السلايد التانية، النيوترينت أرتري واضح إن هو داخل من فورامين أو فتحة في الديافيزس، بعدين بيمشي في النص في الميدالري كانال عشان يبدأ يعمل برانشات فوق وتحت، كمان بيعمل برانشات يمين وشمال. طيب هو أولا بيعمل برانشات فوق عشان يعمل أنستموزس مع الميتافيزيال فيزلز. رقم 2 بيعمل برانشات سواء على الجنبين علشان يعمل انستموزس مع البريوستيال فيزس. واضح قوي ان هو المين سبلاي هنا للبون، لان هو كبير واضح قوي، فهو بيشكل حوالي كام يعني 80 الى 85% زي ما مكتوب يعني. طيب النسبه المتبقيه دي بتروح لايه؟ بتروح للبريوستيال فيزس. بمعنى كده ان الميتافيزيال بلاد فيزس يعني برضو بتشكل نسبه، ولكن مش زي النيوترينت ارتري او مش زي البريوستيال فيزس. طيب هل في حاجه تانية في النيوترينت ارتري؟ تعال كده نشوف. يعني هو قال ان هو بينتر البون عن طريق النيوترينت فورامين، هو اسمه نيوترينت ارتري طبيعي ان هو سماه نيوترينت فورامين. رقم 2 ان هو بيعمل ميدالري ارتريز اب اند داون ذا بون. ثالث حاجه ان هو الميجر بلاد سبلاي للكورتكس من 80 الى 85%. طيب رقم 2 بنتكلم على البريوستيال فيزز، وقلنا ان البريوستيال فيزز بتشكل النسبه المتبقيه اللي هي حوالي كام؟ 15 الى 20% تقريبا. رقم 2 بيقول برضو حاجة مهمة، ان في حالة حدوث انجري للارتري ده او الميدالري بلاد سبلاي عموما، بيبدأ الجسم يستجيب ان هو يزود كمية الدم اللي ماشية في البريوستيال فيزلز بحيث ان هو يعوض كمية الدم اللي فقدت دي. فبيقول ان هو capable of supplying a much greater proportion of the cortex in the event of injury in the medullary to the medullary blood supply. طيب اخر حاجه هو الميتافيزيال بلاد فيزز، وموجوده في الميتافيزيال ليجنز، بتعمل انستموزس مع الميدالري بلاد سبلاي عموما. وكده نكون خلصنا جزء الارتريز اللي ماشيه او البلاد سبلاي في منطقه البون. اول حاجه النيوترينت ارتري، ثاني حاجه هو البريوستيال بلاد فيزز، تالت حاجه هي ميتافيزيال بلاد فيزز. طيب بعدين بنتكلم، بيقول ان البريزرفيشن بلاد سبلاي هو اسينشال للفراكشر هيلينج، ماشي معلومه معروفه يعني. رقم 2 نتكلم عن موضوع برضو مهم اللي هو الريسبونس او الفاسكولار ريسبونس، في حاله ان حصل فراكشر ازاي بيحصل فاسكولار ريسبونس. اولا احنا عارفين ان البلاد فيزلز بتمشي جواها سيلز كتير،
في وسط السيلز اللي بتمشي دي الجسم بيستجيب ان هو بيطلع حاجه اسمها جروث فاكتورز، اللي هي بتطلع عاده لاي تروما عموما بتحصل للجسم نتيجه الدمج اللي حصل، فيبدا يطلع جروث فاكتورز. هذه الجروث فاكتورز بتعمل حاجتين مهمين في البلاد فيزلز. اولا هي وظيفتها انها تزود لك كميه البلاد سبلاي. عن طريق ايه؟ اول حاجه انها تزود اليومن بتاع البلاد فيزلز اللي هو بنسموه فازو دايليشن. رقم اتنين انها بتخلق بلاد فيزلز جديده او بنسميها الانجيو جينيسيس. طبعا الانجيو جينيسيس بتاخد فتره اكبر شويه، لكن فازو دايليشن بتكون immediate response او بتحصل في ساعتها عموما. تاني حاجه هنتكلم او بيقول ان البلاد فلو بيوصل للبيك بتاعه بعد ايه؟ بعد اسبوعين. ماشي، يعني بعد اسبوعين بتوصل للبيك، تمام. يبقى اهم حاجه بالنسبه لي هي الجروث فاكتورز بتحصل، بتعمل انجيوجينيسيس، بتعمل فازو دايليشن، وان البيك عندك بعد اسبوعين. كده المفروض ان احنا خلصنا البلاد سبلاي. تاني حاجه هي الميكانيكال استابيليتي. الميكانيكال استابيليتي بيقول معلومه برضو منطقيه، ان كل ما يكون عندك استابيليتي كويسه كل ما انت ساعدت الجسم ان هو يعمل ريفاسكولاريزيشن سريع. تمام، انا بعمل الاستابيليتي دي عن طريق ايه؟ طبعا انت عندك خيارات اللي هي كل الاطباء العظام بيستخدموها، يعني اللي هو الايه، يا اما بالجبس او يسموه الكاست او السلوك او الوايرز معاك سكروز او البليتس والسكروز معاك النيلز. عندك كمان اخر حاجه اللي هو الاكسترنال فيكسيتورز اللي هي بتستخدم في الاوبن فراكشرز. طيب برضو في نوت كده بيقولوا كل ما انت الانسجن بتاعك يكون مينيمال، عملت انسجن بسيط، كل ما انت حافظت على بلاد سبلاي كويس. ماشي، يعني دي برضو يعني شايف الكلام كله منطقي. بعض الصور، اولا دي الكاست او على اليمين دي الكاست، الكاست او الجبس. عندك الوايرز او بنسموها البنز اللي هي الصوره الثانيه تحت على طول، دي البنز بس تحت الاكس راي. عندك هنا كمان صوره السكروز بانواعها واشكالها المختلفه، ودي السكروز تحت الاكس راي. طبعا هنا برضو الانترا ميدالري نيل او النيل الكبير اللي ماشي في المظله دي متثبت من فوق ومن تحت عن طريق السكروز. ده طبعا نوعين مختلفين من الاكسترنال فيكسيتورز. وبكده دي تكون هي الوسائل اللي احنا بنعمل بيها فيكسيشن كويس للمنطقه اللي حصل فيها فراكشر. وكده قدرت ان انا اوفر الطلبين اللي هم الايه اللي قلناهم ايه، اللي هو البلاد سبلاي كويس بلس ان انت عملت ميكانيكال استابيليتي كويسه. بعدين بنتكلم عن الميكانيزم، ايه هي الميكانيزم عشان يحصل بون هيلينج كويس. اولا بيقول لك ان عشان يحصل بون هيلينج كويس او عمليه الهيلينج عموما بتعتمد على الموفمنت في منطقه اللي حصل فيها فراكشر. يعني ايه بقى الكلام ده او ايه هي الموفمنت؟ يعني هي الموفمنت كتعريف حرفي يعني اللي هو حركه، يعني ايه المنطقه اللي حصل فيها فراكشر دي البون اللي فيها اتحرك قد ايه. طيب هي بتعتمد مش بس على البون فيها اتحرك قد ايه، كمان الاستابيليتي او الكومبريشن اللي انت عملته كويس ولا. بمعنى ان انا مثلا عندي سيناريوهين، اول حاجه ان مثلا لا قدر الله واحد عمل حادثه معينه فدخل في هاي انرجي تروما، عيان عمل هاي انرجي تروما، او خلينا نقول برضو في الاول يعني خلينا نجيب السيناريو الابسط شويه اللي هو مثلا لا قدر الله برضو واحد وقع مثلا فاتكسر، فده العيان ده تعرض لايه؟ لمايلد ديجري اوف تروما، يعني هو تعرض لتروما بسيطه لكن في الاول والنهايه اتكسر. طيب الكسر بتاعه ده انتج عنه ايه؟ تو بونز، دي بون اهي ودي بون، ما بينهم اتكون جاب معينه، جاب فجوه، صح كده؟ لكن لو انت ملاحظ ستيل البون ما اتحركش عن بعضه، يعني هو ستيل ان كونتاكت مع بعض، صح كده ولا لا؟ فيه لسه في كونكشن مع بعضه. طيب تاني حاجه البون هل حصل له موفمنت ولا لا؟ ولو حصل له موفمنت هل الموفمنت دي كبيره ولا موفمنت بسيطه؟ واضح قوي مثلا في المثال ده ان هنا مفيش موفمنت اساسا او موفمنت بسيطه جدا تكاد يعني احنا ما نذكرهاش اصلا. يبقى انا العيان ده عنده جود كونديشن، العيان ده كويس، فاضل ان انا اعمل له كومبريشن كويس بفيكسيشن كويس عن طريق سواء استخدمت كاست او زي ما المثال واضح ان هو مستخدم سكروز مع بليت. فبالتالي كده حققت الشرطين ان العيان يخش في هيلينج كويس، ان انا مفيش موفمنت وحققت استابيليتي كويسه وحققت كومبريشن كويس، فالعيان ده اصبح عنده ابسولوت استابيليتي. ده اول واحد اللي هو اساسا ما عندوش ايه؟ ده ما عندوش موفمنت. على عكس العيان الثاني اللي قدر الله حصل له حادثه فالعيان دخل في حاجه اسمها هاي انرجي تروما، الهاي انرجي تروما العيان ما بقاش عنده زي ده، لا ده بقى عنده فراجمنتس كتير، بقى عنده بون كتير وعنده تو ماتش موفمنت، فالعيان ده مختلف تماما عن العيان اللي ما حصلوش موفمنت.
ما بين البنين بيكون عيان اتعرض لموفمنت بس بسيطه، يعني بنسميها سام موفمنت. فالعيان ده عنده ستابيليتي، ولكن مش ستابيليتي، مش ابسوليوت، لا دي ريلاتيف ستابيليتي. يبقى انا اول واحد اللي هو نو موفمنت، العيان عنده ستابيليتي كويسه بلس ان انت عملت له كومبريشن كويس، فالعيان بيخش في نوع من انواع الهيلنج بنسميه دايركت هيلنج او بنسميه برايمري هيلنج. تاني عيان هو العيان اللي عنده سام موفمنت، يعني موفمنت بس بسيطه شويه، فالعيان ده بيخش في ستابيليتي ولكن ريلاتيف ستابيليتي. فالعيان ده بيخش في نوع تاني من انواع الهيلنج بنسميه سكندري هيلنج او بنسميه اندايركت هيلنج. والاندايركت هيلنج بياخد مراحل شويه كتيره، فبيقول لك ان هو عن طريق الانترميديت ستيجز اللي بتكون موجوده في الهيلنج ده. اخر واحد بقى العيان اللي اتعرض لموفمنت عنيفه جدا، تو ماتش موفمنت، فالعيان ده بيخش في هيلنج بيكون ديلايد شويه، وده نوع من انواع الكومبليكيشنز اللي حصلت له. رقم اتنين ان هو ممكن اساسا الكسر ده ما يلحمش، العظم ما يلحمش، فالعيان بيخش في حاجه اسمها ايه؟ نون يونيون. اخر حاجه بنتكلم عنها ان في حاجه اسمها فراكشر جاب. اللي احنا اتكلمنا عنها هنا في الدايركت هيلينج، العيان ده اتخلق عنده جاب ما بين التو بونز. الجاب دي انا على حسب مقدارها قد ايه هتحدد لي نوع الهيلينج اللي هيحصل. بمعنى ايه؟ ان انا مثلا لو عندنا اقل من 10 مايكرومتر، فالعيان ده بيخش في نوع من انواع الهيلينج اسمه كونتاكت هيلينج. او لو كان العيان الجاب بتاعته ما بين او اقل من 200 الى 500 مايكرومتر، بيخش في حاجه اسمها جاب هيلينج. طيب سواء الكونتاكت هيلينج او الجاب هيلينج، الاثنين نوع من انواع الدايركت هيلينج. هنعرف الكلام ده بعدين، فنخليه بعدين. طيب اول حاجه هنتكلم عنها طبعا هي الدايركت هيلينج. الدايركت هيلينج بيقول ايه؟ ان العيان ده عنده ابسوليوت ستابيليتي زي ما قلنا في الاول، فالعيان عنده البون فراجمنتس اللي اتكونت فيكسد توجذر بلس ان انت عملت له كومبريشن كويس، سواء كان ببليتس وسكروز زي ما هنا او اي نوع من انواع الكومبريشن. العيان اللي بيخش في دايركت هيلينج بيبقى عنده حاجتين اساسيين، اولا ان هو ما بيتكونش عنده كلس، والكلس دي مش الحاجه الحلوه قوي يعني. رقم اتنين ان هو بيتم الدايركت هيلينج ده بميكانيزم بيسموها كاتنج كون ميكانيزم. هنعرف ايه هو الكلس وايه هو الكاتنج كون ميكانيزم عن طريق ان احنا نعرف الكاتنج كون ميكانيزم نفسها. طيب ايه هي الكاتنج كون ميكانيزم؟ خلينا بنقول ان عيان مثلا لا قدر الله حصل له فراكشر، فاصبح عند الفراكشر سايت ده بيبدا يحصل شويه متغيرات، صح كده؟ طيب الشويه المتغيرات دي بتحصل ايه؟ ان الجسم بيستجيب ان هو بيبدا يفرز شويه سيلز، بيفرز شويه سيلز. السيلز اللي مهمه في البون عموما او اللي بتستخدم اللي هي الاوستيوكلاست او السيلز اللي بتبدا تاكل في البون، والنوع الثاني اللي هو الاوستيوبلاست او السيلز اللي هي بتبدا تعمل لي بون جديد. اول حاجه الاوستيوكلاست. الاوستيوكلاست بيكون الشكل توزيع الاوستيوكلاست مع الاوستيوبلاست بالشكل ده. لو خدنا الصوره دي فده بون اهون اللي هو ده بون بيسموه اوستايد او بيسموه اوستيون. في منتصف البون بيكون فيه بلاد فيزلز، ده الارتري مع الفين. عند البلاد فيزلز بتبدا تديني شويه سيلز بنسميها الاوستيوكلاست مع الاوستيوبلاست. الاوستيوكلاست بيكون في المقدمه، الاوستيوكلاست بيكون في المقدمه ماشي وراها على طول اوستيوبلاست. فلما نيجي نشوف الشكل ده بيكون شكل الكون، فسميناه كاتنج كون. طب ليه هو كاتنج؟ لان الاوستيوكلاست هي اللي في المقدمه. اولا ساعه ما يحصل الفراكشر يبدا الاوستيوكلاست تروح عند المكان ده وتبدا تطلع انزيمات. الانزيمات دي بتعمل ايه؟ بتبدا تاكل البون اللي حصل له دامج، اللي خلاص ما بقاش ينفع ان هو يكون البون اللي موجود حاليا، فيبدا ياكل. وراها على طول ماشيه الاوستيوبلاست تبدا تكون لي بون جديد. فيبقى انا عندي شكل كده نسميه الكون، اللي هو الكون او المخروط او الشكل المخروط يعني. فيبقى انا عندي كون قدام عن طريق عباره عن اوستيوكلاست بتطلع انزيمات تاكل البون القديم، وراها على طول اوستيوبلاست ماشي على الجوانب بتبدا تكون لي حاجه اسمها نيو لاميلر بون. دي طبعا صوره هنا طبيعيه اكتر، الاوستيوكلاست هي اللي في المقدمه اللي بتاكل البون اللي اتكسر وحصل له دامج، وراها على طول الاوستيوبلاست بتبدا تكون لي نيو بون فورميشن او لاميلر بون. طيب تعال نقرا شويه كده ايه الكلام اللي مكتوب ده. الكاتنج كون ميكانيزم از فورمد is formed that crosses the fracture site. ان الاوستيوكلاست eats up and dissolves the bone tissue with their powerful enzymes. وبعدين الاوستيوكلاست تبدا تكون لي نيو بون ورا الاوستيوكلاست على طول عشان تكون لي حاجه اسمها secondary osteon. ايه هو الاوستيون ده؟ هو الجزء ده بس ده primary osteon.
لان الاوستيونز هي الماده المكونه للبون. البون عباره عن مجموعه اوستيونز متركبين جنب بعضهم، فطبعا حصل دامج الاوستيون معين فبدا يكون سكندري اوستيون. طيب بعد كده جرادوالي طبعا الفراكشر از هيلد باي فورميشن اوف نيومرس سكندري اوستيونز، وان دي عباره عن سلو بروسيس اللي ممكن تاخد ايام الى سنين. طبعا دي الصوره اللي واضحه في واضحه الفراكشر سايت اللي موجود هنا والاوستيونز اللي بيبدا يكون وقد ايه الاوستيوكلاست هي مشكله شبه الكون قدام عشان تاكل الاولد بون او البون اللي حصل له دامج، وراها على طول الاوستيوبلاست بتبدا تكون لي نيو بون فورميشن. ودي نفس الصوره تقريبا تحت الميكروسكوب. طيب اتكلمنا كده عن الدايركت بون هيلينج، نتكلم على الكومبوننتس. لو احنا فاكرين فاحنا اتكلمنا ان في حاجه اسمها الفراكشر جاب، او قلنا ان لما يحصل بون فراكشر بيبدا يتشكل ما بينهم فجوه سميناها الفراكشر جاب. الفراكشر جاب دي قلنا على حسب مقدارها هي بتوجهني ناحيه النوع الهيلنج اللي هيحصل اللي هو سب تايب من الدايركت هيلنج. قلنا الدايركت هيلنج نوعين. طيب اول نوع حاجه اسمها كونتاكت هيلنج، واضح من اسمه ان فيه كونتاكت، فالعيان عنده الفراكشر جاب تعتبر مش موجوده اساسا اللي هي حوالي دي اقل من 10 مايكرومتر. يهمني ان اللي بيتكون على طول هو لاميلر بون، واللاميلر بون هو الماده الاساسيه المكونه للبون بتاعنا اللي هو البون الهيلثي السليم. طيب قدر كان فيه جاب شويه خلاص هنسميها جاب هيلينج. جاب هيلينج طيب الجاب دي قد ايه؟ هي اقل من 200 وممكن توصل لحد 500 عادي، يعني اقل ما بين 200 الى 500 واقل. وقلنا ده برايمري فيلد وذ ووفن بون وبعدين بيتكون لاميلر بون. ايه الفرق ما بين الووفن بون واللاميلر بون؟ هي الصوره دي. الووفن بون ده بيكون برون ضعيف، بيكون فيه فجوات كتيره مش مكتمل، بعدها بفتره بيبدا يكتمل ويكون البون السليم الهيلثي بتاعنا اللي موجود في الشخص السليم. طيب قدر الجاب دي اكبر، يعني هي اكبر من 500 مايكرون، لا كده خلاص انا ما بقتش تبع الدايركت هيلينج خالص، انا بدات اخش على نوع من انواع الهيلينج بنسميه اندايركت بون هيلينج. اندايركت بون هيلينج يبقى تاني، يبقى احنا كده خلاص البون الدايركت بون هيلينج واتكلمنا على الميكانيزم. نسينا نتكلم عن الكلس. ايه هو الكلس؟ عموما الكلس هي كلمه بتستخدم اكتر في الجلديه، لكن ممكن برضو بيستخدموها في الاورثوبيدكس. الكلس عموما هي كلمه لاتينيه معناها ثيك سكن، بس احنا بنقول لانها بتستخدم في حاجات كتيره هي ثيك ماتيريال وخلاص، على حسب نوع الماتيريال دي هنسمى الكلس. طيب يعني مثلا هنا وليكن ده مش تبع انواع، ده مش تبع الدايركت هيلينج، لكن حطيته علشان اوضح ايه هو الكلس. الماتيريال اللي كونت دي اللي هي باللون ده كلس، عباره عن فايبروس تيشو مع كارتليج فسموه فايبرو كارتليجنس كلس، ده كلس. اتكلمنا برضو احنا قلنا ان بتتم عن طريق الكاتن كون ميكانيزم، وعرفنا ايه هو الكاتن كون والسمه كده عشان الشكل بتاعه، وبعدين اتكلمنا على الكومبوننتس بتاع البون هيلينج. تاني حاجه هو اندايركت هيلينج. بالنسبه للاندايركت هيلينج فده عكس تماما اللي بيحصل في الدايركت هيلينج. العيان هنا بيهيل عن طريق الكلس اللي ما كانش موجود في الدايركت. رقم اتنين ان العيان بيتم عن طريق انترميديت ستيجز ثانيه. طيب اول حاجه الكلس اللي هو بيهيل بيه ده بيكون شكله ايه وعامل ازاي، ده هنعرفه في الستيجز اللي هنتكلم عنها. يعني هو كان ممكن يجي في بال حد ان هو الدايركت هيلينج ده هو الاشهر وهو كل حاجه، لكن لا، الاندايركت هيلينج هي موست كومن ميثود ان البون بيهيل بيه، وهي الناتشرال ميثود، هي كده كده الناتشرال وبرده دايركت برده ناتشرال يعني، لكن موست كومن ميثود هي الاندايركت. هي الاندايركت سواء كان الهيلينج ده عملته في بنان اوبرتيف ميثود او ده التثبيت، يعني التثبيت بتاعك كان نان اوبرتيف زي الكاست مثلا او حاجات اوبرتيف ان انت خلاص بدات تركب مسامير ودخلت العيان في اوضه العمليات، فبرده ممكن يخش في اندايركت هيلينج. طبعا عيان اتكلمنا في الموفمنت هناك ان لو كان في سم موفمنت العيان عنده ريلاتيف ستابيليتي هيبدا يخش في الاندايركت، ودي موضوع ام سي كيو. العيان عنده ريلاتيف ستابيليتي بيخش في اندايركت، لكن لو العيان كان عنده ابسوليوت ستابيليتي زي ما اتكلمنا قدام العيان ده كان عنده دايركت هيلينج، لكن ريلاتيف ده اندايركت. طيب الهيلينج هنا بيتم عن طريق ايه؟ الكلس فورميشن اللي احنا قلنا هنتكلم عنها في الديفرنت فيزز اللي هنتكلم عنها.
يبقى انا نخش على الفيزس على طول. اولا قبل ما نقرا الكلام الكتير ده خلينا نشوف الصور دي. طبيعي ان اي حد بيحصل له فراكشر بيبدا يحصل انجري للبلاد فيزلز، صح كده؟ فيبدا يحصل اكيوت رياكشن. اول حاجه ان البلاد فيزلز اللي حصل له انجري ده بيبدا يطلع دم، الدم ده موجود جوه كافيتي معينه بنسميها هيماتوما، يبقى اول حاجه بتشكل لي هيماتوما. في نفس الوقت ان الجسم بدا يستجيب بانفلاماتوري رياكشن، يبدا يزود الانفلاماتوري سيلز اللي راحه ناحيه المكان اللي حصل فيه انجري او اللي حصل فيه فراكشر، فيبدا يكون لي اكيوت انفلاماتوري رياكشن. طبيعي ان الانفلاماتوري رياكشن بيعمل جرانيوليشن تيشو، يعني كلام منطقي جرانيوليشن تيشو بيبدا يتكون. وبكده نكون خلصنا اول فيز اللي هو عباره عن جرانيوليشن تيشو اتكون في نهايه الفيز دي. طيب وسط السيلز اللي موجوده عند الفراكشر سايت بيكون في ايه؟ فايبروبلاست. ودي الفايبروبلاست هي مسؤول انها بتبدا تلم الليله، يعني هي بتبدا تعمل فايبروزس عشان يحصل تعمل اند للانفلاماتوري رياكشن اللي حصل ده، بلس كمان انها تبدا تعمل كارتليج تيشو، فيبدا يتكون لي ماتيريال. الماتيريال دي اسمها ايه؟ فايبرو كارتليجنس كالس. ده عباره عن كالس لكن هو بيتكون من فايبروس تيشو مع كارتليج، سموها فايبرو كارتليجنس كالس. طيب هل الكالس ده يعتمد عليه؟ يعني هل هو قوي؟ لا، الكالس ده بيكون سوفت جدا وممكن لو العيان اتحرك او عمل يحصل مشاكل ويحصل له انجري. فالعيان ده لازم الكالس ده ما يبقاش فايبرو كارتليجنس، لا ده لازم يكون قوي. فيبدا الفايبرو كارتليجنس كالس بعدها بمرور الاسابيع ممكن حوالي اسبوعين يبدا يكون البون كالس، بوني كالس. ده البوني كالس بيكون قوي لكن ستيل مش بنفس القوه. فبعد مراحل مختلفه وبعد التقدم بيبدا البون كالس ده يبدا يقوى يقوى لحد ما يكون يشكل لي البون بتاعنا. لكن البون بتاعنا بيكون فيه مشاكل ان هو مش واخد نفس الاناتوميكال شيب اللي كان موجود قبل كده، يعني في تلاقي في بروزات من هنا في بروزات من هنا. وهنا بيجي دور ايه؟ الاوستيوكلاست. الاوستيوكلاست هنا لازم تيجي تبدا تنحت الجوانب دي عشان تبدا تديني نفس البون شيب اللي كان موجود في النورمال، ودي مرحله بنسميها الريموديلنج. تعال نلم الليله. اول حاجه عيان اتكسر بيبدا يحصل له ايه؟ شويه دم بيتجمعوا في كافيتي بنسميها هيماتوما، في نفس الوقت اللي بيجي يحصل انفلاماتوري رياكشن، خلاص اتكون الجرانيوليشن تيشو. بعد ما الجرانيوليشن تيشو اتكون بيبدا الفايبروبلاست بتبدا تيجي وتبدا تعمل لي فايبرو كارتليجنس كالس. بمرور الوقت الفايبرو كارتليجنس كالس بيبدا يتحول الى بون كالس. اخر حاجه بتحصل مرحله الريموديلنج، دي المرحله اللي بنبدا نخلي البون فيها شبه النورمال بالظبط. مع مرور الوقت طبعا والايام بيبدا يحصل البون بيرجين السترينث بتاعته ويبدا قوي يكون قوي ومش سهل ان هو يتكسر زي ما كان في مرحله الضعف بتاعته لما حصل له فراكشر. تعال نقرا الكلام ده. اول فيز بنسميها رياكتف، ودي يعني كلمه رياكشن دي نتيجه الانجري اللي حصل، بتكون عباره عن فراكشر وانفلاماتوري فيز. وده هنا بيكون هنا الديفكت بيكون انيشيالي فيلد بالهيماتوما ويحصل انتنس انفلاميشن، بعدها بيبدا يكون جرانيوليشن تيشو عشان يختم لنا مرحله الرياكتف فيز ونبدا مرحله الريباريتيف فيز. يعني هي كلمه ريباريتيف ده معناها كان احنا بنصلح الدنيا اللي حصلت جوه. بنصلحه عن طريق ايه؟ ان اول حاجه بنكون الكارتليج كالس او الفايبر كارتليجنس كالس اللي بيريبليس الجرانيوليشن تيشو. بعدين الكارتليج ده بيبدا يتكون يبقى بون اللي هو بيكون لاميلر بون اللي هو البون القوي بتاع الجسم، فبنسميه بوني كالس. هل هنفضل كده؟ لا، لازم نخش على الريموديلنج فيز، نبدا نخلي الكونتور بتاعنا الاوريجينال كونتور للبون ده، فيبدا يحصل حاجه اسمها الريموديلنج فيز. وهنا بتكون عن طريق ان الاوستيوكلاست تبدا تعمل ريموف للاكسسيف بون تيشو اللي موجود على الجوانب وتبدا تنحته كويس وتخليه شبه البون بالظبط، فبالتالي نبدا نعمل ريستورنج للنيو بون ستراكشر ماتش لايك ذا اوريجينال. تمام، يبقى دي ان 3 فيزز. اول حاجه رياكتيف، بعدين ريباريتيف فيز، اخر حاجه بننهي بالريموديلنج فيز. والريموديلنج فيز دي ممكن تاخد شهور الى سنوات عادي. يعني دي الصور اللي احنا اتكلمنا عنها، وواضح قوي هنا الهيماتوما، واضح قوي هنا الجرانيوليشن تيشو، وهنا بدا يتكون الكلس. الكلس ورا هو عباره عن فايبرس تيشو، الفايبرس تيشو مع جرانيوليشن تيشو، وهنا الكلس من جوه الفايبرو كارتليجنس كلس لكن من جوه. هنا طبعا البوني كلس بدا يتكون عشان نخش في اخر مرحله بنسميها ريموديلنج فيز. تعالى شويه ريديو جرافز. اولا الصوره اللي هي فوق بنتكلم على دايركت هيلينج، ده واحد اتكسر لكن
يعتبر ما فيش جاب او في جاب بسيطه جدا. طبعا الصوره انتر وستيريو فيو مع لاترال فيو عالجناها باوبريتيف ميثود اهي. ده عباره عن ايه؟ بليدز مع سكروز، والعيان ده عنده دايركت بون هيلينج. تعال نخش بقى على الصوره اللي تحت، العيان بيكون عنده اندايركت هيلينج. طبعا انت عندك داي 1 مع داي 4 مع داي 7، العيان ده كله لسه في الرياكتيف فيز. حتى في الداي 7 واضح شويه الانفلاميشن، وكانه عنده شويه اديما موجودين هنا. عند الداي عند الويك 2 عند بعد اسبوعين بدا يتكون الكالس بقى، بس ده كان فايبروكارتيليجنس كالس. لكن عند 6 شهور لا، بدانا نحس ان البون خدت النورمال شيب بتاعها. ده العيان ده يعتبر خلص الريمودلنج او ستيل ان ريمودلنج يعني. ده طبعا هنا العيان في الاندايركت، هنا برضو ده واحد متعالج باوبر ريدكشن مع انترنال فيكسيشن، واستخدموا الانتراميدالاري نيل اللي متثبت من تحت هو بسكروز ومن فوق برضو بسكروز. واضح ان البون الثانيه دي فيها فراكشر وجاب واضحه كبيره جدا، فالعيان ده عنده اندايركت بون هيلينج. طبعا المور ريمودلنج بوتنشال ده هيكون فين؟ في الصوره اللي تحت اللي هي الاندايركت هيلينج دي. اخر حاجه ننهي بيها مرحله، او مش هننهي، خلينا نقول اخر مرحله او اخر جزء بالنسبه للبون هيلينج، هي ايه هي الفاكتورز اللي ممكن تاثر على البون هيلينج ده. احنا بنقسمها اما حاجات في الجسم اللي هي السيستميك، حاجات في الجسم عموما، او حاجات لوكال فاكتورز. اول حاجه هنتكلم على السيستميك. ممكن السن بيأثر؟ اكيد طبعا بيأثر. التغذيه بتاعه العيان طبعا. السيستميك ديزيز لو في مرض بيأثر معين، مثلا بيأثر على المناعه او بيأثر على الهيلينج، اكيد هيأثر. لو العيان بيدخل، اخر حاجه لو في بعض الهرمونات اللي فيه هرمونات بيكون لها شكل او دور اساسي في عمليه الهيلينج دي هنعرفهم برضو. طيب في حاجات عند الفراكشر سايد بنسميها لوكال فاكتورز. اللوكال فاكتورز دي يعني هم خمس حاجات. اول حاجه مقدار التروما اللي حصلت او بنسميها ديجري اوف تروما. تاني حاجه الانجري للسوفت تيشو اللي هو حوالين البون نفسه والفيزلز قد ايه اتقطعت، لان احنا عارفين ان مهم ان يكون في اديكو بلاس سبلاي. تالت حاجه الديجري اوف اموبلايزيشن اللي بنتحكم احنا فيها عن طريق الكاست وعن طريق الوايرز والسكروز والكلام ده والفيكسيشن كويس بتاعنا. تالت حاجه الجاب ما بين البون او السيبريشن بتوين البون اندز اللي اتكونوا. تالت اخر حاجه الانفكشن، لان احنا عارفين ان الانفكشن بتبدا تاكل الخلايا. تعال نتكلم على كل عنصر لوحده. طبعا هي الحاجات دي حاجات منطقيه، فاحنا يعني ايه هنقرا بس كلام كده. الايدج طبيعي ان الاطفال هي الرابيدلي اكتر من الناس الكبار. رقم 2 النيوتريشن، كل ما يكون في كربوهيدرات وبروتينز كويسه بتاخدها كل ما يكون في هيلينج كويس. السيستميك ديزيز، عارفين ان لو في مرض بيأثر على المناعه زي الدايبيتس، مرض في البون نفسه زي الاوستيوبروزيس، ده طبعا كله بيأثر على الهيلينج وممكن يعمل ديلي هيلينج في العيان اللي هو الاميون كومبرومايزد، زي عيان الدايبيتك، زي العيان اللي بيبدا ياخد ادويه اجينست الكانسر والكلام ده. لو العيان بيدخن، هل التدخين بيأثر على الهيلينج؟ اهو شوف بقى، اولا احنا عارفين ان السيجارتس دي، السيجارتس نفسها دي بتبوظ الاوستيوبلاست، يعني الاوستيوبلاست ما تشتغلش. عارفين ان الاوستيوبلاست دي مهمتها ايه؟ انها تحط لك نيو لاميلر بون. طيب النيكوتين نفسه بيبوظ لك البلاس سبلاي، يعني انت لما تعمل فاز كونستكشن بلاد فيزز فين الاديكو بلاس سبلاي اللي انا محتاجه علشان اعمل هيلينج. طيب اخر حاجه الهرمونات، طبعا عارفين الجروث هرمون وهو من اسمه يعني ان هو بيبروموت الهيلينج وبيعمل لك كلس كويس. اخر حاجه الكورتيكوستيرويدز، عارفين ان الكورتيكوستيرويدز بنسميها الهرمونات الهادمه، دي بتعيق الهيلينج كتير من غير الدخول في تفاصيل بقى. يبقى السيستميك فاكتورز زي الايدج، النيوتريشن، السيستميك ديزيز، السموكينج، اخر حاجه الهرمونات. اخر حاجه اللي هي اللوكال فاكتورز اللي هم خمسه برضو، الديجري اوف تروما، كل ما يكون التروما قويه كل ما يكون الاوت كام بتاعك بور. السوفت تيشو والفاسكولار انجري، ان احنا محتاجين بلاد سبلاي كويس عشان يكون فيه هيلينج كويس. كل ما يكون في عامل اموبلايزيشن كويس، بمعنى ان العيان متثبت كويس، الكسر متثبت كويس، كل ما يكون في بروموشن كويس للهيلينج. كل ما يكون لو السيبريشن البتوين التو بون اندز اللي اتكونوا، كل ما يكون في اكسسيف تراكشن. يعني ايه اكسسيف تراكشن؟ بمعنى ان واحد شادد بونه من هنا وشادد بونه من هنا، في فجوه كبيره في النص، ده التراكشن. طيب الانتربوزيشن اوف السوفت تيشن، يعني ايه انتربوزيشن؟ بمعنى ان في شويه مصل جم في الفجوه ما بين التو بون اندز واتحطوا، فالعيان ده كده هيحصل ازاي البون ده هيلحم. كل ما يكون في سوفت تيشو انتربوزيشن سواء كان بمصل سواء كان بليبز هيعيق الهيلينج. اخر حاجه الانفكشن، واحنا نقصد الانفكشن عند الفراكشر سايت،
يعني العيان لو عنده انفكشن، عارفين ان البكتيريا هتخش تعمل ايه؟ هتاكل في السيلز، تعمل لي نكروزز، وده طبعا هيعمل امبيرمنت في اليونيون او الهيلينج بشكل اساسي. يبقى انا اللوكال فاكتورز يا اما الديجري اوف تروما، السوفت تيشو والفاسكولار انجري، الديجري اوف اموبلايزيشن، السيبريشن اوف البون اندز، الانفكشن. اخر حاجه، هل ممكن الهيلينج يكون فيه مضاعفات او كومبليكيشنز؟ اكيد طبعا. يعني المضاعفات هما ثلاثه، يا اما يتاخر نسميها ديلايد يونيون، يا اما ما يحصلش اساسا هيلينج بنسميه نون يونيون، او يا اما يحصل هيلينج ولكن بشكل خاطئ او مش نفس الاناتوميكال شيب للبون اللي كان موجود بنسميها مال يونيون. طيب اول حاجه الديلايد هيلينج، بيقولك ان هو هيلينج بيحصل بسلوور ريت ذان يوجوال، تمام، ممكن يكون نون يونيون وده كومبليت سيزيشن، خلاص مفيش هيلينج اساسا، كومبليت سيزيشن. ممكن يكون مال يونيون والعيان هنا عمل هيلينج ولكن البون ما بقتش نفس البون اللي موجوده، مش نفس الشيب، وده هنشوفه في الصور دي. طبعا الديليد مش هتلاقي صوره اسمها ديليد يونيون يعني. خلينا نشوف المال يونيون، الصوره اللي بتاعت المال يونيون دي مش نفس البونه اللي كانت موجوده، لا البون هنا واخد زاويه كبيره جدا واضحه جدا، فده اسمه مال يونيون. طيب الصوره اللي هنا، الصورتين دول، ده اتنين نون يونيون، هنا العيان ملحمش، البون ملحمش مع وجود فروقات. ايه الفروقات هنا في الصوره دي مثلا؟ فالعيان عنده التو اندز بتوع البون بقى اتروفايد، فالعيان سموه اتروفيك نون يونيون، حصل له اتروفيك نون يونيون. على عكس العيان هنا، العيان هنا البون اندز بتاعته هايبرتروفايد، فالعيان عنده هايبرتروفيك نون يونيون. وبكده نقول ان الكومبليكيشن اوف الهيلينج يا اما ديليد يونيون، يا اما نون يونيون، يا اما مال يونيون. وكده نكون خلصنا اول موضوع اللي هو بنسميه الهيلينج بانواعه مختلفه، بازاي بيحصل، بالبري ريكويزيتس بتاعته. تاني موضوع هنتكلم عنه هو الفيزيال انجرز. في البدايه هنتكلم عن الصورتين دول، شويه اناتومي معروفين بس سريعا هنقراهم. اولا هنا في الصوره دي عندنا شويه كروس سيكشنز هنتكلم عليهم. اول حاجه البريوسيوم ده، واحنا عارفينه، احنا قلنا ان البريوسيوم ده هو الفايبروس باند اللي بتبقى محوطه البون من جوه، وده جزء من البونه اللي احنا هنتكلم عنها. بعد البريوسيوم على طول بتبدا تخش على البون نفسها. اما بتبدا تخش على البون نفسها بتلاقي ان البون نفسه عباره عن انواع، يعني في بون بيكون قوي وصلب كده بنسميه كومباكت بون، وراه على طول او في نوع تاني اسمه السبونج بون، والسبونج بون بيكون ضعيف نسبيا بالنسبه للكومباكت، وده لانه بيحتوي طبعا على الفجوات الواضحه جدا دي، فعشان كده السبونج بون مش بيكون موجود على طول البون نفسها، لكن بيكون اكتر زياده في مناطق زي الابيفيزس زي الميتافيزس بيكون موجود فيها شويه، لكن غالبا الديافيزس او الشافت بيكون البون عباره عن كومباكت بون هو المسيطر او هو الاغلب. في نص البون نفسها بيكون فيه كنال، قلنا اسمها ميدالار كنال، ودي بيكون فيها موجود فيها البون مارو. البون نفسها قلنا بتتكون من اجزاء، في النص بيكون فيه شافت وبنسميه الديافيزس، بعد الديافيزس على طول بالنسبه لفوق وبنفس الكلام بالنسبه لتحت بيكون فيه منطقه الميتافيزس، وقلنا انها بتوصل لمنطقه اسمها ابيفيزيال لاين او بيسموه جروث بليت او بيسموه الابيفيزيال بليت، وفوق الابيفيزيال بليت بيكون فيه منطقه الابيفيزس. طبعا احنا عارفين ان الابيفيزس في ابيفيزس فوق وابيفيزس تحت، في البروكسيمال ابيفيزس ودي اللي بتكون اقرب للترنك، وفي الديستال ابيفيزس ودي اللي بتكون مور ديستال بالنسبه للترنك. طبعا بالنسبه للبريوسيوم برضو في حاجه اسمها الاندوستيوم، الاندوستيوم ده هو الماده او هو الطبقه الداخليه المجوفه والمبطنه للبون، ده نفس الكلام نفس الصوره. الديافيزس قلناها ده الشافت هو ديافيزس، فوقه على طول بيكون فيه الميتافيزس اللي بيكون فيه منه اثنين، بروكسيمال ميتافيزس وديستال ميتافيزس، وبيكون فيه بروكسيمال ابيفيزس وديستال ابيفيزس، وفوق الابيفيز على طول بيكون فيه الجوينت اللي احنا هنعمله. عشان الجوينت يكون بيعمل ارتكيليشن كويس لازم بيكون فيه كارتليج من تغطي الكارتليج من فوق، فبيسموه ارتكيولار كارتليج، بيكون فوق وفي وتحت على حسب الجوينت اللي موجود اللي هيعمل ارتكيليشن مع البون نفسه. دي كده البارتس بتاع البون، سريعا نتكلم عنهم. قلنا الديافيزس، وقلنا الديافيزس ده هو المين بودي بتاع البون وبيسموه الشيفت. تاني حاجه هي الميتافيزس، فوق الديافيزس وتحت الديافيزس بيكون فيه الميتافيز، وقلنا ان الميتافيزس اللي هي بتكون الريجن بتكون ما بين الابيفيزس والديافيز. طب ايه هي الابيفيزس نفسها؟ قلنا دي الحاجه اللي بتبقى موجوده فوق الابيفيزيال لاين او بيسموها الجروث بليت او بيسموها الفيزس،
هي نفس التعريف لنفس الكلمه. في الابيفيزيال بليت وبيسموه الجروث بليت او بيسموه الفيزس، وقلنا ده بيكون عباره عن هيالاين كارتليج، بيكون هيالاين كارتليج ولذلك فهو ضعيف نسبيا بالنسبه للبون. غالبا بيكون طبعا بيحصل فيه الانجرز كتير بالنسبه للاطفال، وبيكون لانه ستيل هيالاين كارتليج، لكن اما الطفل كل ما بيكبر المفروض ان هو بيحصل له اوسيفيكيشن وبيتحول الجزء الكارتليج ده لبون نفسها، وبالتالي الطفل بيطول. وهو طبعا بيكون بيفصل ما بين الابيفيزس وبيفصل ما بين الميتافيز. دول التلات اجزاء اعتقد الكلام ده ما اتقال قبل كده، فمش عايزين نكتر فيه بس عشان المده. ده صوره اكس راي وضح لنا ده بارتس اوف ا جروينج بون، دي لطفل صغير. مورياك دي الريديوس ودي الالنا. الريديوس طبعا في جزء بس من الضيافس بسيط، بعدين هنا الميتافيزس اهو بالنسبه للصوره، وبعدين في لاين واضح بالخط الاسود ده، ده عباره عن هيالاين كارتليج، عباره عن جروث بليت بيسموه الفيزس او ابيفيزيال لاين، كلها تعريفات واحده. فوق الابيفيزيال لاين بيكون منطقه الابيفيزس، منطقه الابيفيز. طيب سريعا كده بقى نبدا نخش على الموضوع الاساسي اللي هو الجروث بليت، او بيسموه الجروث بليت انجرز، او بيسموه الفيزيال انجرز. احنا عرفنا ان الجروث بليت هو اسم الابيفيز، اسف اسم الفيزس. طيب هو بالتعريف كده احنا عارفين ان الفيز دي عباره عن كارتليجنس، عباره عن كارتليج، فاما يحصل ديسربشن للكارتليجنس بارت من البون ده، دي هي الانجري اللي بتحصل الجروث بليت. طيب ممكن الاصابه دي تيجي في الجزء الضعيف من البون ده، وممكن تمتد على حسب مقدار الاصابه، ممكن تمتد للابيفيزس او ممكن تمتد للميتافيزس. واحنا عارفين برضو ان قلنا جروث بليت هي منطقه ضعف بالنسبه للبون، وبتحصل طبعا اكتر في الاطفال اللي هم لسه عندهم الجروث بليت ده ستيل هايلاين كارتليج بالنسبه للناس الكبار، فهو اصبح اوسيفايد وبقى اصبح بارت من البون واصبح مختفي تماما، فبالتالي هو بيكون ويكر ذان الليجمنتس ايفن حتى البريوستيوم بالنسبه للاطفال. فطبعا هيبدا اما يحصل انجري للجروث بليت ده هيحصل في الاول قبل ما يحصل انجري لحاجات تانية، يعني لما تكون في تروما حصلت للجسم فاكتر حاجه تتعرض للانجري هي المنطقه الضعيفه اللي هو الجروث بليت. غالبا طبعا هيحصل في البويز مور ذان الجيرلز بالنسبه 2 لواحد اللي هو ضعف تقريبا، وده لا غالبا لان البويز هم اللي بيلعبوا اكتر، هم اللي بيتعرضوا لتروما اكتر. طبعا هيجي اكتر في منطقه ضعيفه جدا اللي هي الفالنجيز او الاجزاء من الفينجرز، هي الموست كومن فيزيال انجرز اللي بتحصل فيها. 30% من الانجرز اللي بتحصل للاطفال بتحصل في منطقه الفالنجيز، في الجروث بليتس اللي موجوده في منطقه الفالنجيز. بعد ما تبدا الطفل جاي باصابه في الابيفيزيال بليت بتاعه، بنبدا نشوف الهيستوري والفيزيكال اكزامينشن. طبعا الهيستوري والفيزيكال اكزامينشن بيتعملوا زي اني اذر فراكشر، لكن في اختلاف واحد ان بالنسبه للبيدياتريك فراكشرز اللي هي الكسور اللي بتحصل بالنسبه للاطفال، فلازم تشوف حاجه اسمها نون اكسيدنتال تروما. النون اكسيدنتال تروما ده مصطلح بيطلق على التشايلد ابيوز او الاطفال اللي ممكن يتعرضوا لسوء معامله، يعني من الاخر مثلا ممكن فرد من الاسره يكون بيعامل الطفل ده كويس وحش اسف، فبالتالي ممكن مش بس وحش، لا هو ممكن يكون بيضربه او بيعمل له مشاكل، الطفل ده ما بيقدرش يعبر عن نفسه، فانت لازم انت تدور اذا كان في عنده اني اذر فراكشرز ولا لا. طبعا لو لقيت ان حاجه زي كده ده دليل طبعا لازم تبلغ الشرطه وحاجه زي كده يعني وتعمل محضر. فانت بتبص على اني اذر هيلينج فراكشرز، يعني انت لو لقيت تحت الاكس راي ان الطفل ده كان عنده اذر لونج بونز حصل فيها فراكشر وبس هيلد، فلا انت تبدا تشك، او ان الطفل نفسه جاي وعنده مالتيبل فراكشرز، هو مش فراكشر واحد جاي بيه، دي مالتيبل فراكشر، يعني مثلا ممكن يقول لك ان هو واقع من على السلم وجاي بكسر في ايده وكسر في رجله وكسر في حتت كتير، طيب ازاي ده وقع السلم دي مثلا ممكن تؤدي للمالتيبل فراكشرز الكتيره دي. ثالث حاجه ان ممكن يكون البيشنت اساسا مش امبيولاتوري، يعني مش بيمشي، ومع ذلك فهو عنده لونج بون فراكشرز، الطفل مش بيمشي ومع ذلك هو عنده لونج بون فراكشرز. المفروض ان لونج بون فراكشرز دي تحصل للاطفال مثلا اللي هم ايه اللي هم بيمشوا وبيتعرضوا لاصابات وكده، يعني ده اهم حاجه اللي هي نون اكسيدنتال تروما او بيسموها المصطلح الثاني شايلد ابيوز.
طبعا بعد كده المفروض ان احنا بنطلب ايمجينج ستادي اللي هو غالبا في مصر بتكون اكس راي، لكن بالنسبه للاطفال الصغيرين فاحنا بنعمل لهم ممكن الترا ساوند. الالترا ساوند ده لان هو بيوضح لي شويه الكارتليج اللي هو الابيفيزيال بليت اللي احنا عارفينه، لان طبعا احنا عارفين ان الابيفيزيال بليت بالنسبه بيكون منطقه سمراء بالنسبه في الاكس راي، فبالتالي احنا مش بنقدر نشوف هل في فراكشر ولا لا. فالالترا ساوند هي بتوريها لنا اذا كان حصل هنا في فراكشر ولا لا. طبعا الصوره اللي في النص دي عباره عن الترا ساوند، غالبا دي عظمه الهيومرس، واضح ان ده الجزء البروكسيمال وان ده الجزء الديستال، وان هنا في النص حصل مشاكل في الابيفيزيال بليت بتاعه. دي الالترا ساوند غالبا طبعا بنستخدم في الفيري يونج بيشنت، لان دول الاطفال اللي بيكون لسه ما حصلش عندهم كارتليج اوسيفيكيشن. طبعا بالنسبه للحاجات الثانيه فانت غالبا بتطلب الترا ساوند اسف اكس راي اللي هو البلين راديوجرافز، ممكن توريك برضو يعني بنسبه بسيطه لو في مشاكل في الفيزيس، ممكن برضو نعمل سي تي سكان وده هيوريك حاجات مور ديتيلز زي الصوره دي. دي سي تي سكان واضح هنا في فراكشر في منطقه الابيفيزيس مع منطقه الجروث بليت هنا، وبرضو ممكن نعمل ام ار اي. طيب دي طبعا الصوره دي موضحه عباره عن ايه، ده عباره عن اكس راي، قلنا اللي في النص ده عباره عن الترا ساوند، ودي السي تي سكان. طيب بالنسبه للفيزيال فراكشرز فهم لها تقسيمه مشهوره اسمها سولتر هيرس. سولتر هيرس ده قسم الفيزيال فراكشرز لخمس انواع، تايب 1 و2 و3 و4 و5، وبعدين هو رتبهم ترتيب تصاعدي حسب الخطوره، يعني تايب 1 ده هو اقل خطوره وتايب 5 هو الاكثر خطوره. طيب اول حاجه تايب 1 هنعرفه من الصوره، ده عباره عن فراكشر بسيط حصل بس في الجروث بليت، يعني الابيفيزيال لاين او الجروث بليت ده حصل فيه فراكشر، فبالتالي ادى الى سيباريشن شويه ما بين منطقه الميتافيزيس دي ومنطقه الابيفيزيس. ممكن يكون الفراكشر ده حاجه ساتل، حاجه بسيطه وما حصلش ديسبليسمنت، فبالتالي العيان بيجي يشتكي بس بوجع مع شويه ورم اللي هو تندرنس اند سويلنج. اما تيجي تبدا تعمل له راديوجراف ممكن اللي هو النورمال راديوجرافز اللي احنا بنستخدمها، ممكن اكس راي تعملها له تلاقي ان الحاجه نورمال مفيش، مش شايف اي حاجه غلط يعني، او ممكن تلاقي ساتل وايدنينج يعني تحس ان في المنطقه دي لا اوسع شويه يعني حاجه بسيطه، فدي بيسموه ساتل نون ديسبليسد سولتر هيرس 1. ممكن المشكله تكون كبيره وسيفير وديسبليسد، فبالتالي انت هتلاقي ديفورميتي واضحه جدا وديسبليسمنت واضح. ممكن نشوف الصورتين دول هيوضحوا الدنيا، ده عباره عن هنا مشاكل في الابيفيزيال لاين، وفي ممكن انا نفسي مش شايف فيه حاجه قوي، يعني انا نفسي مش شايف فيه اي حاجه، او ممكن تلاقي وايدنج بسيط بالنسبه لو بصيت للابيفيزيال لاين اللي هنا، فده الساتل نون ديسبليسد سولتر هيرس 1. لكن واضح ده جدا ان دي عباره عن منطقه الريديوس مع الالنا، واضح قوي ان الريديوس هنا في منطقه مختفيه، هنا جزء الابيفيزيس ديسبليسد وبعيد جدا عن منطقه الميتافيزيس، فده عيان عنده سولتر هيرس 1 بس سيفير ديسبليسد فراكشر. بالمناسبه احنا قلنا ان سولتر هيرس 1 ده عباره عن فراكشر في الجروث بليت، لكن مفيش اي حاجه حصلت بالنسبه للميتافيزيس ولا الابيفيزيس، وده هو اللي ينقلنا على سولتر هيرس 2. سولتر هيرس 2 و3 بيكون في مشاكل في الابيفيزيس او الميتافيزيس. طيب سؤال هنا قبل ما نبدا في سولتر هيرس 2، هل الاخطر ان يحصل فراكشر في الجروث بليت وبعدين يحصل له اكستنشن للميتافيزيس، ولا الاخطر ان يحصل فراكشر في الجروث بليت والاكستنشن يكون في الابيفيزيس؟ اكيد الميتافيزيس هي الاقل خطوره، يعني الابيفيزيس خطير. ليه؟ انا بخاف ان يحصل فراكشر هنا ويشمل منطقه الابيفيزيس، لان بعد الابيفيزيس على طول عندي ارتيكولار سيرفيس وعندي جوينت. طبعا لو حصل مشاكل هنا انت هتضطر ان انت تثبت الجوينت، وبالتالي العيان ممكن يحصل له حاجه اسمها تصلب او تخشب، او الجوينت بتاعه يحصل له التهاب فيبدا يحصل له حاجه اسمها بوست تروماتيك ارثرايتس، ودي هي المشكله تخليه اكثر خطوره، اللي هو لو حصل الفراكشر في منطقه الجروث بليت وحصل له اكستنشن لمنطقه الابيفيزيس. وبما ان احنا قلنا ان التايبس بتاعتي هي بتزداد في الخطوره كل ما انت اتجهت تصاعدي، فبالتالي سولتر هيرس 2 المفروض يكون هو اقل خطوره من سولتر هيرس 3.
فبالتالي سولتر هيرست وكان الاكستنشن لمنطقه الميتافيزس، على عكس سولتر هيرس 3 اللي كان الاكستنشن وصل لمنطقه الابافيزس اللي هو الاكثر خطوره، اللي ممكن يعرض العيان لحاجه اسمها بوست تروماتيك ارثرايتس. طيب احنا قلنا سولتر هيرس 2 زي ما واضح في الصوره ده عباره عن فراكشر حصل في الجروث بليت وبعدين حصل له اكستنشن لمنطقه الميتافيزس. باي ذا واي هو الموست كومن فراكشر بالنسبه للفيزيال فراكشرز انه يحصل يكون عباره عن سولتر هيرس 2. ممكن نشوف الاكس راي دي، واضح هنا فراكشر موجود في منطقه الجروث بليت وان الاكستنشن واضح قوي في منطقه الميتافيزس هنا. ده برضو هنا فراكشر بس مور كومبليكيتد شويه، حصل فراكشر في الجروث بليت وحصل له مور اكستنشن ناحيه الميتافيزس، لكن لاحظ الابيفيزس سليمه. يبقى ده سولتر هيرس 2. سولتر هيرس 3 بقى ده الاكستنشن حصل منطقه الابيفيزس، وقلنا ان ده احنا بنخاف ان ممكن يحصل حاجه اسمها بوست تروماتيك ارترايتس، لان غالبا العيان ده هيحصل له تثبيت للكسر بتاعه وهيقعد من 4 إلى 6 أسابيع او ممكن يقعد لشهور في التثبيت ده والجوينت مش بيتحرك، فممكن يحصل له بوست تروماتيك ارترايتس. طبعا دي صوره الجوينت اللي حصل هنا، الفراكشر حصل في المنطقه دي واخد معاه كمان جزء من الابيفيزس. اما دي صوره السي تي سكان واضح قوي ان الفراكشر جاي في الجروث بليت وبعدين واخد منطقه الابيفيزس، وده هو سولتر هيرس 3. بالنسبه لفور بقى فده بيشمل اللي فاتوا كله، يعني هو الفراكشر حصل في منطقه الفيزس او الجروث بليت وحصل له اكستنشن للاثنين ميتافيزس والابيفيزس مع بعض زي الصوره دي. ده هنا الفراكشر واخد الجزء ده كله، ده واخد الابيفيزس مع الجروث بليت مع الميتافيزس. يمكن واضح في الصوره دي هنا في الاكس راي دي المنطقه دي كلها واضحه، وبرده هنا في الصوره المنطقه دي كلها ممكن لو ممكن واضحه من الصوره من اول هنا، ده الفراكشر اهو واصل ازاي في الثرو الميتافيزس مع الفيزس مع الابافيس. اخر واحد هو تايب 5. تايب 5 ده هو اخطر واحد فيهم، لان ده ممكن يعمل جروث ريتارديشن للطفل، ممكن البون بتاعته ما تكبرش، وده لان هو بالمعنى الحرفي هو بيقضي على الجروث بليت، لان ده بيسموه كراشنج انجري. كراشنج انجري خلاص الطفل بطريقه ما الميتافيزس مع الابيفيزس اصبحوا كونكتد توجذر اهو، واختفى خالص الجروث بليت، فالعيان ده ممكن يحصل له فراكشر، ممكن يحصل له جروث ريتارديشن، او ممكن يحصل له سيزيشن للجروث بتاعه. طبعا للاسف لما تجيب الطفل ده وتحطه تحت الاكس راي اللي غالبا هي اللي بتستخدم، فانت ممكن تلاقي الاكس راي نورمال ما فيهاش اي مشكله. بعدها بعشر سنين الطفل ده هيجي تاني وتلاقي ان البون بتاعته ما كبرتش ما طولتش، ده لان الجروث بليد بتاعه خلاص اصبح ما كانش موجود، فبالتالي البون ما طولتش. فبالتالي انت ما بتقدرش تشخص سولتر هيرس تايب 5 الا بطريقه ريتروسبكتيف. يعني ريتروسبكتيف يعني ايه؟ بمعنى ان انت بترجع تدور في الدفاتر القديمه وترجع تشوف ايه اللي حصل قبل كده، فتقول اه ده وقع قبل كده وكان عنده سولتر هيرس تايب 5 وما تشخصش. فبالتالي هي من اصعب الاصابات اللي هو الفيزير كراش انجري، ده حاجه رير ودي حاجه كويسه ان هو رير، هو ايدنتيفايبل اونلي ان ريتروسبكت، وده بيحصل كومبريشن قلنا على الفيزس، فبالتالي ده بيعمل مشاكل في الجروث للطفل. يبقى دول الفايف تايبس من السولتر هيرس كلاسيفيكيشن اللي كان بيقسم لي الفيزيال انجرز. اعالجه ازاي؟ يعني غالبا العلاج هو نفس العلاج، اي علاج في البون مهم ان انت تعمل فيكسيشن كويس وستابلايزيشن كويس عشان البون لوحده يبدا يهيل زي ما اتكلمنا في الهيلينج قبل كده. طيب احنا قلنا اول حاجه تبدا تعمل ريدكشن، لو كان في اني ديسبليسمنت حصل تبدا تعمل ريدكشن وبعدين تبدا تعمل ستابلايزيشن. غالبا اي كاستا تستخدم بتبقى من 4 إلى 6 أسابيع. حكايه الاختيار بتاعك هل هو كاست موبيلايزيشن ولا هتستخدم ايه، ده بيعتمد عليك انت في تقدير الموقف اللي موجود. طبعا لو الفراكشر انستيبل ما ينفعش معاها كاست، فده غالبا هتبدا تدخله في حاجات اوبرتيف، فممكن تعمله ريدكشن من غير ما تفتح، تعمله كلوز ريدكشن وتدخله شويه وايرز اللي هي بيركوتينس واير فيكسيشن، او ممكن يقابلك حاجه معضله شويه ان البريوستيوم اللي هو الفايبر سباند اللي كانت محوطه البون بدا بعد الفراكشر ده اصبحت موجوده ما بين التو اندس او تو فراجمنتس بتاع البون، يعني حصل لها انتربوزيشن يعني، فده تيجي تعمله ريدكشن هتلاقي ما بيحصلش ريدكشن،
فده لازم تفتح تفتح البون نفسها وتبدأ تعمل open reduction و internal fixation. طبعا الانترو اورتيكولار فراكشر من اصعب الحاجات اللي بتبقى موجوده، طبعا لازم تبدا تعمل لها ريدكشن وبرده فيكسيشن كويس. ديان بعض الاكس رايز، ديان البيركوتينيوس وايرنج، هي ديان فراكشر متثبت بالسكروز، ده متثبت بسكرو او نيل مع الوايرز، ده نفس الكلام. ديان طبعا ممكن صوره اكتر لسولتر هارس تايب 3 واخد الثلاثه بونز. او الكومبليكيشنز بتاعت جروث بليت انجز اتكلمنا عنها وخصوصا في تايب 5، وقلنا ان ممكن يحصل جروث ديستربنس. الجروث ديستربنس ده نقصد بيه الارس، ان هو الجروث يقف خالص. طيب هل بيقف بشكل كامل اللي هو كومبليت ولا يقف بارشال؟ ممكن يحصل الاثنين، يا اما كومبليت يا اما بارشال. طب ده بيعتمد على ايه؟ اكيد على حسب مقدار اللي حصل، مقدار الافكشن بالنسبه للجروث بليت. يعني هل الجروث بليت كله افكتد ولا بارت منه بس اللي افكتد؟ اذا كان كله افكتد فطبيعي انه يحصل كومبليت جروث اريست، فده بالتالي البون دي مش هتكبر خالص والطفل ده يكون عنده شورتنينج في البون دي. طيب لو حصل بارشيال فاصبح عندي معضله ان في جزء من البون بيطول والجزء الثاني مش بيطول، زي البون دي الجزء ده بيطول والجزء اللي كان حصل فيه انجري قبل كده ده مش بيطول، فبالتالي تلاقي البونه بدات تاخد زاويه، بدات تاخد زاويه بيسموها الانجيوليشن، ودي صوره الانجيوليشن. طيب برضو نشوف دي النورمال، ده الريست جوينت اهو، وموريك بص على الريديوس دي قد ايه هي طويله، وبالنسبه لها الالنا فبتكون ما وصلتش حتى للابيفيزس، فالالنا بتكون قصيره. تعال بص على الصوره دي، ده واحد عنده كومبليت جروث اريست بالنسبه لي للريديوس، هتلاقي ان الالنا في الصورتين اصبحوا في نفس المستوى، وبالتالي ده يقول لك ايه؟ ده يقول لك ان الريديوس ما طولتش، الريديوس حصل لها كومبليت شورتنينج، فبالتالي دي واحده من الكومبليكيشنز بالنسبه للفيزيال بليت انجرز، ان هو ممكن يحصل شورتنينج او يحصل انجلي. حاجه هنتكلم عنها اللي هي الاوبن فراكشرز. يعني ايه اوبن فراكشر؟ ده معناه ان السكن بتاع الجسم ده حصل فيه تير، العيان ده اتعرض لهاي انرجي تروما، الهاي انرجي تروما دي ادت ان السكن بتاعه يحصل له فيه انجري والسوفت تيشو اللي تحته انجري، بلس كمان ان هو عمل فراكشر، فبالتالي دلوقتي اصبح عندي البون اللي حصل لها فراكشر دي اصبحت متصله بالاكسترنال انفايرمنت. فهو بيقول لك ان هو تعريفه بسيط، ده فراكشر بلس ان حصل بريك في السكن والاندرلاينج سوفت تيشو، والعيان دلوقتي اصبح عنده كوميونيكيشن مع الاكسترنال انفايرمنت، فالعيان عنده انترنال انفايرمنت بتاعته بقت متصله مع الاكسترنال. غالبا العيان ده بيحصل له فاسكولار انجري وبيتعرض الى فراكشر هيماتوما. بعدين بيقول لك ان في حاجه اسمها ان فراكشر سيرفس دي الحاجات اللي على الفراكشر السوفت تيشو اللي قدامه والكلام ده، لما يحصل له رابيد سيباريشن بسبب التروما اللي حصلت، فده بتحس ان في فجوه كده اتخلقت، فده بيقول لك ريزالتنج ان سيفير سوفت تيشو دامج. مش مهم قوي الكلام ده، المهم بالنسبه لي السكين تير ده. اما حصل سكين تير احنا عارفين ان السكين بتاعنا هو اللي بيعمل كفرنج للجسم كله، وبالتالي هو بيفصل لك الانترنال انفايرمنت بتاعتك من الاكسترنال انفايرمنت بره. وانس ان حصل سكين تير فبالتالي كل الحاجات الفور ماتيريالز الموجوده في الاكسترنال انفايرمنت دي بتدخل جوه بقى. فهو بيقول لك ان هو بيشتغل از تمبوراري فاكيوم، فاكيوم اللي هي المكنسه يعني. فبيعمل سكشن لكل الادجاسنت فورين ماتيريال زي الديرت والدبرس اللي موجودين بره، والديرت والدبرس ده يبداوا يخشوا جوه لحد ما يوصلوا للديبست بارت من الووند، ويوصلوا كمان للحاجه اسمها الانتراماسكولار بلانز. طبعا احنا عارفين ان الماسلز متقسمه جوه الجسم ببلانز كده وخطوط، هي اللي بتفرق الماسل دي عن الثانيه. الفورم ماتيريالز دي ممكن توصل لجوه وممكن توصل كمان للميدالر كافيتي اللي هي كانت في وسط البون اللي هو سموها الانتراميدالر كافيتي اوف بون. مهم بس هنا التعريف مش اكتر. المهم في حاجه اسمها الكونسيكونسز او الحاجات اللي بتحصل لما يحصل اوبن فراكشر او النتائج. انا بخاف من اوبن فراكشر عشان الانفكشن، يعني هو بالنسبه لي اهم حاجه العيان اللي عنده اوبن فراكشر ده ان هو ما يتعرضش للانفكشن، لان الانفكشن دي هي العدو اللدود للانسان يعني. المهم ان الانفكشن دي ممكن تحصل بسبب الكونتامينيشن الواضح. رقم اتنين ان السوفت تيشو نفسه اللي حصل له دامج واصبح غير صالح تماما هو نفسه عباره عن نيوتريشنال سبورت للبكتيريا، يعني ما هو الا وجبه للبكتيريا يعني. فالكراشنج والستريبنج والديفاسكولاريزيشن للسوفت تيشو، عارفين السوفت تيشو ده لما البلاد سبلاي بتاعه يتقطع خلاص بيبقى ماده ميته، فده السيلز بتاعته بتبدا تموت وتبدا يطلع منها
النيوتريشنال ماتيريال اللي كانت جواها وتبدا تاخدها البكتيريا، وبالتالي البكتيريا تبدا تفلارش اكتر وتبدا تزود لك الانفكشن جوه. طبعا احنا عارفين ان البلود سبلاي هو الحاجه اللي بتجيب لك الاميونيتي او بتجيب لك الاميون سيلز زي الماكروفاجز والبليتلتس والبي والتي سيلز وغيرهم يعني. فبالتالي بما ان البلود سبلاي قل ده معناه المناعه قلت، الثلاثه كلهم دول هيزود لك الانفكشن. طبعا رقم 4 ان طالما حصل سيفير انجري كده للسوفت تيشو، السوفت تيشو ده بيشمل المسلز التندونز النيرفس الفيزلز، فده كله حصل له دايركت لوس للفانكشن بتاعته، فبالتالي دي طبعا من الكونسيكونسز. طبعا اخر حاجه ممكن افكر فيها هنا هو البون هيلينج. يعني هو البون هيلينج طبعا غالبا في اغلب الحالات هيتاثر ومش هيبقى البون هيلينج كويس يعني. يبقى انا بالنسبه لي الكونسيكونسز يهمني المناعه هتقل، الانفكشن هتزيد، وغيرهم الكونتامينيشن والنيوتريشنال سبورت للبكتيريا ده كله يزود الانفكشن، الدايركت لوس للفانكشنز بتاعت الحاجات اللي اتضربت، واخر حاجه هو ان البون هيلينج كده هيبقى اندنجرد او في خطر يعني. المهم الابيديميولوجي سريعا كده، المفروض ان هو بيقول لك انه بيحصل في 30.7 لكل 100 الف شخص في السنه بيحصل لهم اوبن فراكشر. غالبا بيحصل الكلام ده للميلز بنسبه 7 الى 3 للفيميلز، بيحصل حوالي سن ال 45 سنه. يهمني اكتر بقى ان غالبا اللي بيحصل لهم اوبن فراكشر هو الفالانجيز بتاعت الفينجرز، هو الموست كومن تايب. نفس الكلام اللي كان في الاطفال، ده بيمثل النص، يعني نص الاوبن فراكشرز اللي بتيجي غالبا بتكون في الفينجر فالانجيز. ممكن بعدين يحصل للحاجات الاكسبوزد اكتر في الابر واللور لمب زي التيبيا في اللور، وبعدها على طول الريجس، بس الديستال ريجس الجزء الابعد في الريجس، والتيبيا والديستال ريجس هما السكند والثيرد موست كومن. يبقى انا اول حاجه او يهمني اهم حاجه ان الموست كومن تايب بتاعي هو الفينجر فالانجيز ده النص، بعدها التيبيا، وبعدها الديستال ريجس. المهم بعد كده المفروض ان في تقسيمه للاوبن فراكشرز. طبعا احنا عارفين ان اي تقسيمه بتتعمل للفراكشرز هي بتتعمل علشان توجهك للتريتمنت اللي هتستخدمه. المهم ان في واحد اسمه جاستيلو وفي واحد اسمه اندرسون، الاثنين مع بعض عملوا كلاسيفيكيشن باسمهم. عندك الكلاسيفيكيشن ده عباره عن 3 تايبس بيصعدوا، يعني التايب 1 اقل خطوره، وتايب 2 بعد كده بتزيد الخطوره، فمترتبين ترتيب تصاعدي، تايب 1 هو الاقل، تايب 3 هو الاكثر. المهم ان تايب 1 ده زي الصورة مثلا، خلينا نقول الصورة هتوضح أكتر. الصورة هنا موضحة لي إن أنا عندي في فراكشر واضح وفي أوبن فراكشر بس بسيط. العيان ده واضح إن يعتبر مفيش كونتامينيشن هنا، أو لو فيه فأنا مش واضح، فهو عندي فيري مينيمال كونتامينيشن، فممكن أقول إن العيان عنده كلين ووند، بلس إن اللينس بتاع الووند نفسه قليل، يعني أقل من 1 سنتي. على عكس الصورة اللي تحت دي شوية هتحس إن التايب 2 هو لا، في الفراكشر واضح شويه وفي سوفت تيشو دامج الى حد ما، اللينس بتاعك اكتر من سنتي تقريبا، فالعيان ده عنده اللينس بتاعه والوند بتاعه اكبر من سنتي، اكبر من سنتي without extensive soft tissue damage. هل في سوفت تيشو دامج هنا اصلا؟ في، لكن مش لدرجه الاكستنسيف. هل في فلابس؟ انا هنا مش شايف فلابس. الفلابس دي عباره عن جزء من السكين تشيل. هل في فلابس؟ لا، انا عندي اعتقد في ادكوت سكين كفرنج كويس. طيب الافالجنز، يعني ايه افالجنز اساسا؟ المفروض ان افالجنز دي غالبا بتتقال على التندونز والليجمنتس اللي موجوده جوه، لما يتقطعوا بيحصل لهم افالجن، او بطريقه عامه السوفت تيشو دامج نفسه ممكن يتقال عليه افالجن. هنا الكلام ده كله مش موجود. بالنسبه لتايب 1 وتايب 2 الاثنين سمبل فراكشر باتر، الاثنين سمبل فراكشر باتر، على عكس الثالث اللي هو تايب 3 اللي العيان ده بيتعرض لفيري هاي انرجي تروما، وبالتالي بيخلف وراه اكستنسيف سوفت تيشو دامج وبيكون فيه فلابس وافالجنز. طبعا دي صوره البون اللي طالعه واضحه جدا اهي، البونه ده 3، وده برده شايف الاكستنسيف تيشو دامج في ماسلز اساسا اتشالت خالص، وده صوره هنتكلم عنها بعدين. المهم ان تايب 3 نفسه قسموه ل 3 تايبس، يعني هو قال لك ان في حاجه اسمها تايب 3 A، وفي حاجه اسمها تايب 3 B، وفي حاجه اسمها تايب 3 C. قال لك ان تايب 3 A هو في adequate coverage من السكن اللي عنده. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مش هحتاج اجيب فلاب من بره، مش العيان ده عنده سوفت تيشو كويس جوه، كل اللي انا هبدا اعمله ان انا ابدا اخش اخيط السوفت تيشو ده، ومش هضطر ان انا اجيب له اي حاجه من بره، يعني مش هضطر اجيب فلاب من بره. فبالتالي انا هنا عندي adequate coverage.
طيب طيب 3 بي، لا بي ده انا ما عنديش ادكوت كفرج واضطر اجيب للاسف فلاب. طيب طيب 3 سي، لا سي هو اني اذر تايب من الجريد 3 ولكن العيان ده عنده ميجر ارتري، حصل له دامج، حصل له انجري، العيان ده بيبليد دلوقتي، العيان دخل في هامرج، فخلاص دي اسمه 3 سي، ودي واحد من حاجه من الامرجنسي اللي العيان ممكن يتعرض لها، ان يكون عنده سيفير هيمورج وده ممكن يموت طبعا لو الهيمورج ده ما تمش السيطره عليه. المهم ان ساعات بيقول لك ان الاي ده هو اول حرف من كلمه ادكويت، ان البي هي اخر بي في الفلاب، والسي بيترمز للسيركيوليشن، ماشي دي كلها حاجات عشان الحفظ يعني، لكن برضو مهم الفهم. يبقى انا كده اتكلمت على 3 تايبس، فاضل لنا ايه بقى؟ فاضل لنا ان بيقول لك ان انت بتصنف الجرح هل هو تايب ايه ولا بي ولا سي في الاو ار اللي هي الاوبريتنج روم. طبعا انت لما بتبدا تخش غالبا بتبدا تعمل ريسسيتيشن للعيان وبعدين تنظف الجرح كويس، وبراحتك بقى انت تعرف ده اني تايب، وعن طريق التايب اللي انت تعرفه هتعرف هو يحتاج اني تريتمنت. بيقول لك لاحظ حاجه، ان ما تنخدعش بالسايز والنيتشر بتاع الاكسترنال ووند، لان ده مش بيعكس ايه اللي جوه، مش بيرفلكت الدمج للحاجات الديب اللي جوه. ممكن دي صوره 3 a واضح ان هنا التشو دمج عالي قوي اكتر من 10 سنتي وان البونه طالعه جدا، لكن من حتى صوره جانبيه كده واضح ان في ادكوت سكين كفرج ممكن استخدمه. لكن 3 b ده 100% هتحتاج تجيب فلاب من بره. طبعا 3 c ده عباره عن صوره، ده غالبا ده ارتيريوجراف، والارتري هنا كان ماشي كويس لكن الحته دي اختفت، فمعناه ان العيان ده الحته دي حصل فيها انجري للارتري والعيان غالبا دلوقتي بينزف. يبقى انا كده اتكلمنا على 3 تايبس سريعا كده في مقارنه، ده عندي 1 2 3 a b c. هنتكلم على الووند سايز، السايز عندك في 1 اقل من سنتي او يساوي سنتي، 2 ما بين 1 الى 10 سنتي، غالبا 3 و a و b و c اكتر من 10 سنتي. بعد كده بنتكلم على السوفت تيشو دامج، احنا قلنا في 1 a ده او في 1 مفيش 1 a، في 1 بيكون مينيمال سوفت تيشو دامج، مينيمال حاجه بسيطه جدا، 2 بيكون مودريت، 3 كلهم بيكونوا اكستنسيف. العيان اللي عنده تايب a فراكشر، العيان ده بيكون عنده كلين ووند، فيري فيري مينيمال كونتامينيشن لدرجه ان انا بقول عليه كلين، لكن 2 لا ده بيكون مودريت، و3 كلهم اكستنسيف كونتامينيشن. السكين كفرج لحد 3 a فانا عندي لوكال كفرج، اما في بي وسي بحتاج اجيب فلاب، بغض النظر عن حاجه اسمها فري تيشو فلاب او روتيشنال فلاب، مش مهم قوي الفرق ما بينهم. النيورو فاسكولار انجري انا حاططها علشان اقول لك ان 3 سي هو الوحيد اللي عنده ميجر ارتيريال دامج وبيحتاج ريبير، لكن الباقي الانواع بيكون نورمال نيورو فاسكولار ستيت. يبقى انا كده دول 3 تايبس. بعدين تعالى نخش على العلاج بقى. في البدايه بتبدا تعمل فيزيكال اكزامينشن، غالبا العيان اللي جاي باوبن فراكشر بيكون مشاكل حوادث، فانت بتحتاج ان انت تعمل له جنرال اكزامينشن ولوكال. في الجنرال انت بتعالجه از بوليت روما ايفالويشن، بمعنى ان انت بتبدا معاه في البرايمري سيرفي والسكندري سيرفي، تبدا تعمل ريسوستيشن، بتبدا تجيب السيستمز بتاع الجسم كلها وتفحصها، بعدين تخش على اللوكال على مكان الجرح الاول. دي تاني حاجه مش الاول، تمام؟ وبعدين بتعمل له المهم بالنسبه لي النيورو فاسكولار انجري. النيورو فاسكولار انجري مش بالحاجه البسيطه، مش بالحاجه السهله، كل تقريبا الاكزامينشن بتعمله نيورو فاسكولار انجري، وحاجه مهمه. بيقول لك لاحظ ان ممكن العيان يجي باوبن فراكشر ومعاه اذر اسوشيتد انجريز. ممكن الانجريز دي بتتمثل ان العيان مثلا عنده هيموريج وبليدنج في مكان اخر في الجسم بعيد عن الاوبن فراكشر. ده اسوشيتد انجري. ممكن يحصل انجري لاورجان جوه، دي اسوشيتد انجريز. فخلي بالك مش بس تهتم بالاوبن فراكشر وتبقى ديستراكتد بيه، لازم تبدا تعمل له سيرفي او تبدا تعمل له تبدا تاخد الجسم سيستم باي سيستم وتبدا تشوف هل عنده اذر اسوشيتد انجريز ولا لا. غالبا دي بتيجي عن طريق الفايتلز، تبدا تقيسها كويس، تبدا تعمل له ايمجنج للجسم كله علشان تشوف الحاجات دي. المهم بيقول لك ان في قانون بيقول السوفت تيشو ووند، لقيت عندك في ووند قريب من مكان حصل فيه فراكشر في نفس الوقت، غالبا ده اوبن فراكشر انتل بروفن اذروايز. في كلمه كده بيقول لك كان اي تيك بيكتشرز وذ ماي فون اند سين ات تو ماي سينيور، ده غالبا الجينيور اللي بيتكلم.
الكلام ده كلام انشا يا جماعه. انت بالنسبه لك دوكيومنت الكاركترستكس كويس، كل ما تبقى عملت الحاجات دي كويس طبعا هبريفنت ان يحصل مالتيبل اكزامينشنز عن طريق ناس ثانيه طبعا، وبالتالي هنقلل الكونتامينشن. يعني ده كله كلام انشا، يهمني الكلام اللي فوق. شويه صور مهمين، الصوره دي بتقول على حاجه مهمه اسمها السكين تيدرنج. المفروض ان السكين بتاعي واخد الشكل النورمال بتاعه عن طريق ان هو ممسوك بشويه حاجات، شويه ليجامنتس وكده يعني. المهم لما يتقطع الليجامنتس والكلام دي بيبدا السكن يخش لجوه، او يحصل انترابمنت الليجامنت، او ممكن يحصل فايبروزس يشد السكن لجوه. وممكن في الحالات اللي عندنا ان العيان حصل له فراكشر جوه. الفراكشر جوه ده ادى ان يبقى فيه هنا شارب اندس هنا، صح؟ الشارب اندس دي ممكن تعمل انترابمنت للسوفت تيشو كتير جوه، يبدا يخلي السكن نفسه يتشد لجوه بسبب الانترابمنت اللي حصل، زي الصوره اللي واضحه هنا. هنا العيان ده عنده سكن تيذرنج في الحته دي، السكن بتاعه اصبح مشدود قوي لجوه وواضح كده. بلس كمان ان ممكن يجي ارتري هنا ويمشي ويبقى يحصل له انترابمنت ما بين التو شارب اندس بتاع ده بتاع البون دي، فبالتالي العيان ده ايه طبيعي هيحصل على طول سيفير فاسكولار انجري، والعيان ده يبدا يبليد. ممكن الصوره دي موضحه الديستال او مش الديستال دي التيبيا، التيبيا في الرجل هي، وهنا واضح الشارب اند هنا اللي واضحه هنا برضه، هنا في شارب اند واضحه. العيان هنا عنده فيمر ديستال فيمر فراكشر، والعيان عنده اوبن ووند من الديستال فيمر فراكشر اللي حصل هنا. طبعا الصوره اللي تحت دي اكس راي، هنا غالبا انا عن نفسي مش شايف فراكشرز، لكن انا شايف ديسلوكيشن في الرايت فيمر ديسلوكيشن. تعالى بقى نتكلم على الجولز اوف تريتمنت والتريتمنت بشكل اساسي. في بيقول لك في جولز اوف تريتمنت، احنا اتكلمنا ان الاوبن فراكشر دي حاجه لايف تريتنينج، وبالتالي تعالجه عشان تبريزرف اللايف، تبريزرف اللمب نفسه، نعالج الانفكشن وبريزرف الفانكشنز بتاعت الحاجات الماسلز والنيرفس والكلام اللي موجود ده. الستيجز اوف تريتمنت بيمروا بثلاث مراحل، اكيوت ستيج وريكونستراكتيف فيز وحاجه اسمها ريهابيليتيف فيز. في الاكيوت فيز دي الفيرست كونتاكت مع العيان، غالبا انت بتشتغل في الفيز دي عن طريق ان انت تظبط الجرح، تبدا تعمل ووند برايدمنت وتعمل ستابلايزيشن للكسر. بعد ما تبدا تظبط الكسر والجرح تبدا تعمل اصلاح للحاجات اللي اتضرت جوه، اقصد السوفت تيشو وكمان البون. فانت بتعمل سوفت تيشو سكن وسوفت تيشو ريكونستراكشن، بلس كمان بتعمل بون ريكونستراكشن. طيب اخر حاجه ريهابيليتيف فيز، بعد ما العيان بيقعد فتره كبيره شويه في الكسر بتاعه متثبت وما بيمشيش، فما بيشيش لو مثلا الكسر في رجله او عموما الفانكشن بتاعت الليمب ده وقفت، فانت محتاج ان هو يحصل له ريهابيليتيشن عشان الفانكشن بتاعته ترجع تاني. دي الستيجز. اول حاجه تعالى نتكلم على الانيشال تريتمنت. المفروض ان انا كطبيب العيان جاي لي عنده اوبن فراكشر، جاي لا قدر الله بحادثه، فبيخش على روم كده بيسموها الامرجنسي روم. في الروم دي انت بتبدا تعمل سوبرفيشال ايفالويشن. المهم ان انت في البدايه بتاخد صور للكسر نفسه او الجرح عموما، بتصوره كويس، ده حاجات تبع العمل الجنائي وكده يعني. المهم بعدين بتبدا تظبط الكسر، ده حاجات سوبرفيشال ايفالويشن، تبدا الجروس ديبرس الحاجات اللي ماتت تبدا تعمل لها ريموفال، تمام؟ بس على فكرة انت مش بتظبطه قوي يعني، في حاجات جروس ديبرس واضح قدامك بتشيله، انما ان انت تخش وتقطع وتشيل الحاجات اللي ماتت والكلام ده لا، هنا ما بيتعملش في الامرجنسي روم. وبعدين بتحط دريسنج كده على الووند، بيكون طبعا متغرق في سلاين وستيرايل، وبتحاول انت تثبت الليمب شوية بس عن طريق سبلينت، لحد طبعا كده كده هيخش في الاوبريتنج روم بعدين. المهم في حاجه مهمه بالنسبه لي اسمها التيتنس بروفلاكسس. احنا عارفين ان التيتنس ده غالبا بيتاخد العيان بيتعض يعني، هو في الغالب يعني، لكن كمان بيتحط العيان اللي هو جايب اوبن فراكشر. التيتنس مهم، العيان اللي ما بياخدش التيتنس وما كانش عنده ما خدش بروفلاكسس اجينست التيتنس قبل كده وحصل له المرض غالبا بيموت يعني، بنسبه توصل ل 100% لو العيان ده اتعرض للبكتيريا بتاعت التيتنس. المهم فبالتالي هو should be administered as soon as possible. المفروض ان التيتنس بيتاخد على 5 جرعات، 3 منهم اساسيين و2 بوستر. فانت بتساله هل انت خدت التيتنس قبل كده؟ خدت الثلاثه؟
لو خدهم فانت في الغالب المفروض يعني اللي بيحصل ان انت بتدي له واحده بوستر. طب لو هو ما خدش فانت بياخد التيتنس. انت لو هو ما خدش التيتنس قبل كده بياخد التيتنس بلس كمان ان هو بياخد حاجه اسمها التيتنس اميونوجلوبولينز، يعني بمعنى ان ايه، ان التيتنس بياخد فتره على ما يبقى اكتيفيتد فانت بتلحقه بشويه اميونوجلوبولينز. في الغالب ما بتعملش الكلام ده على طول الا لو العيان جايب هاي ريسك، بمعنى انه ممكن فعلا يكون العيان عضه حاجه وجايب بالفراكشر ده وبالجرح الفظيع، فبالتالي ده لازم ياخد اميونوجلوبولينز. وبرده بيعتمد على الديجري اوف ووند كونتامينيشن. طبعا احنا عارفين ان في حاجه اسمها لو ريسك ووند وفي حاجه اسمها هاي ريسك ووند. اللو ريسك بتدي له تيتنس على حسب لو هو خده ولا ما خدوش، لكن هاي ريسك بتدي له تيتنس بلس كمان انت بتدي له اميونوجلوبولينز. المهم التيتنس بالنسبه لي مهم، لازم يكون العيان عنده على الاقل خد 3 بريفيوس تيتنس توكسايد دوزز. لو ما خدهمش فانت بتديهم له بلس ان انت بتدي له اميونوجلوبولينز. طبعا هما بيتاخدوا بشهرين ما بينهم، يعني بياخدوا الجرعه حاليا واحده دلوقتي، بعدها بشهرين بياخد الثانيه، بعدها بشهرين بياخد الثالثه، وممكن ناخد 2 بوستر كمان. تعالى بقى على الموضوع المهم، ازاي نعالج الانفكشن. انا اتكلمت وقلنا الموضوع ان الانفكشن مش موضوع سهل، فبالتالي السيستميك انتيبيوتكس دي ساعه ما بيخش عليك العيان تدي له انتيبيوتكس لازم انيشيتد اس سون اس بوسبل. بيقول لك ان في بعض السيرفيز قال لك ان لو انت اتاخرت اكتر من 3 ساعات بعد الانجري وما اديتلوش انتيبيوتكس ده الريت اوف انفكشن بيزيد. طيب تمام ماشي. المهم تعالى نخش على الانتيبيوتكس اللي هنستخدمها. ده على حسب الجاستيلو جريد، اتكلمنا قلنا ان الجاستيلو على حسب الجاستيلو جريد فانت بتدي له تريتمنت معين. بالنسبه للانتيبيوتكس 1 و2 اول 2 في الجاستيلو بياخدوا كيفالوسبورنز. طبعا احنا عارفين الكيفالوسبورنز عندك فيرست جينيريشن وسكند وثيرد وفورث. في 1 و2 بياخدوا الفيرست جينيريشن كيفالوسبورن. بالنسبه للكيفالوسبورنز عموما دي برود سبيكتروم انتيبيوتكس، لكن اي برود سبيكتروم انتيبيوتكس فهو برضو بيتجه بيكون اقوى للجرام بوزيتيف واضعف شويه للجرام نيجاتيف او العكس على حسب اي نوع من الانتيبيوتيك بيستخدم. فالفيرست جينيريشن كيفالوسبورين ذا برود سبيكتروم انتيبيوتيك، ولكن هو اكتر ناحيه البوزيتيف. بعض الناس بيكون عندهم الرجي للكيفالوسبورينز فبيبدا ياخد حاجه اسمها كلاندامايسين او فانكومايسين كبديل للكيفالوسبورين. طيب بالنسبه للثلاثه، في ثلاثة انا بستخدم برضو الفيرست جينيريشن كيفالوسبورين، لكن انا بضطر هنا ان انا اعمل الجرام نيجاتيف كفرج اكتر شوية عن 1 و2، فبياخد حاجة اسمها الامينو جلايكوزايدز. بيستخدم الامينو جلايكوزايدز. الامينو جلايكوزايدز برضو هو برود سبيكتروم انتيبيوتكس، ولكن اتجاهه بيكون اكتر شوية ناحية الجرام نيجاتيف. طبعا من الجرام نيجاتيف من اسف الامينو جلايكوزايدز المشهورة هو الجينيتامايسين. طبعا طيب انا كده اتكلمنا على التريتمنت. في بعض الاستثناءات بقى، بعض الناس بيجي يقول لك ايه، ان هو جاي مثلا اتعور في المزرعه او في الغيط او طفل، فبياخد يعني السويل او الفارم بيكون فيه كوليستريديوم اكتر. الكوليستريديوم بتتعالج عموما بالبنسلين. طيب في حاجه اسمها الفريش ووتر ووند وفي حاجه اسمها السولت ووتر ووند. الاثنين غالبا بيستخدموا نفس الحاجات، لكن فريش ووتر بنضيف حاجه، اسف السولت ووتر بنضيف حاجه. يعني ايه؟ انا في الفريش ووتر بياخد حاجه اسمها الفلوروكوينولونز. الفلوروكوينولونز از ابرود سبيكتروم انتيبيوتكس، ولكن هو بيكون اتجاهه اكتر ناحيه الجرام نيجاتيف، وبيكون انتي سودومونس اللي هو بتكون موجوده في الفريش ووتر وبرده بتكون موجوده في السولت ووتر. طيب انا بستخدم الفلوروكوينولونز، او ان انا ممكن استخدم 3 او 4 جينيريشن في الاسبوع. 3 كيفالوسبورين، 3 ده عباره عن برود سبيكتروم اكتر ناحيه النيجاتيف، لكن 4 هو جرام بوزيتيف ونيجاتيف. 4 ده قوي جدا لكن مش بيستخدم مع اي حاله. المهم يهمني ان احنا بنستخدم الفلوروكوينولونز، او ان انا بستخدم 3 او 4 جينيريشنز من الكيفالوسبورينز. طيب بالنسبه للسولت ووتر بنستخدم نفس الكلام، بلس ان انا بياخد دوكسيسايكلين. الدوكسيسايكلين برضو از ابرود سبيكتروم انتيبيوتيك. بالنسبه للسيفتازيديم، فالسيفتازيديم هو عباره عن ثيرد جينيريشن كيفالوسبورين، او ممكن اخد فلوروكوينولونز. انا غالبا بقرا نفس السطر اللي موجود هنا، اللي انا قلت فيه في الفريش ووتر بنستخدم فلوروكوينولونز او 3 او 4، هو نفس الكلام ده. يعني ده السيفتازيديم ده 3 او فلوروكوينولونز بلس ان انا بضيف معاهم ايه، الدوكسيسايكل. سريعا كده تاني، احنا قلنا عن طريق جاستيلو بياخد الانتيبيوتيك، لو كان 1 او 2 فانا عندي فيرست جينيريشن كيفالوسبورين،
طيب لو كان ثلاثة بضطر ان انا اضيف الامينو جلايكوسايدز. لو انا عندي سويل او فورم انجري بياخد بنسلين، لو فريش ووتر او سولت ووتر في فروقات بسيطة ما بينهم. في الفريش ووتر بياخد فلوروكوينولونز، ده الاهم بالنسبة لي، او ممكن ناخد ثلاثة او اربعة ولكن كسكند تشويس. طيب بالنسبة للسولت ووتر نفس الكلام، بلس ان انا بضيف الدوكسي سايكل. بعدين طبعا لازم يكون في ريبيتد فيزيتس وتشوف الكلام ده. تعالى نتكلم على الاو ار نفسها بقى. انا خلصت الامرجنسي روم وعملت له انيشال انفايرمنت، تعالى بقى نخش على الديفينيتيف تريتمنت اللي انا هبدا اشتغل عليه. العيان ده بيخش غرفه العمليات وبتعمل له ثلاث حاجات مهمين، وممكن تقول ان هما اتنين يعني، لكن هما هنا مقطرينهم شويه. اولا تهتم بالوند بتاعه، رقم اتنين ان انت تعمل له فراكشر ستابلايزيشن. اول حاجه الوند، في بدايه اي وند بتعمل معاه ان انت بتعمل له اريجيشن كويس، تعمل له اريجيشن كويس. بغالبا بتستخدم سلايم، بتستخدمها بكميه كبيره شويه، وبيقول لك في مقوله بتقول ان الديليوشن ذا سوليوشن تو بليوشن، ماشي. المهم رقم اتنين السيرجيكال ديبرايتمنت، بعد ما انت عملت وند اريجيشن كويس بتبدا تشيل الديد تيشو اللي موجود جوه. مهم الديد تيشو ده ان هو يتشال، ده عباره عن ميديا كويسه جدا للبكتيريا انها تزدهر وتبقى تصعب للتريتمنت بتاعي. انا امتى بعمل له سيرجيكال ديبرايتمنت؟ وانس ان البيشنت بقى ستابلايز، يعني بقى اسب ستيبل. بمعنى ايه؟ ان انا المفروض اي بيشنت بيجي بتعامل معاه اذا بولي تروما بيشنت، وبالتالي العيان ده لازم اعمل له ريسسيتيشن كويس واخليه ستيبل كويس. وانس ان هو بقى ستيبل بدخله اوضه العمليات وابدا اعمل له السيرجيكال ديبرايتمنت. ده الستيبس بتاعته مش مهمه قوي، لكن كلام كله انشا بيقول لك انت بتعمل حاجه اسمها ميتيكولاس سيستماتيك ديبرايتمنت. ميتيكولاس دي يعني دقيق يعني، وبتمشي بطريقه منظمه عشان ما تسيبش الديد تيشو جوه ما شلتوش. بتشيل كل الفورم ماتيريالز والنيكروتيك ماسلز، النيكروتيك ماسلز دي مهمه، كل البون فراجمنتس اللي مش متصله مع تيشو تاني، بمعنى ان خلاص البون فراجمنت دي اصبحت لا تصلح لانها تكون جزء البون الموجود. كمان لو في فات اكسبوزد فات وفاشا ده كله بيتشال. المهم بالنسبه لي بصراحه هم ازاي اعرف الماسل دي لسه فايبل ولا اصبحت نيكروتيك وماتت؟ عن طريق حاجه اسمها الفورسيز. المفروض ان الفورسيز دول هم الاول سي في اربع حاجات معينين. اول حاجه اول سي هي الكلر، اللون بتاع المصل، الكونسيستنسي بتاعه المصل، الكونتراكتيليتي للمصل، والكاباسيتي بليد. بمعنى ان انا عندي مصل فايبل ومصل نيكروتيك. لو انا جيت اقارن ما بينهم بالنسبه للون، اول حاجه المصل اللي هي سليمه الفايبل ساعه ما بشوفها بتكون حمراء، يعني ده واضح يعني، فبيكون لو انت عايز تكون اكثر دقه بيكون برايت ريد. لكن المصل النيكروتيك خلاص المصل دي بما ان البيشنت لسه جاي لك وهو لسه مكسور، فانت بتشوفها از بيل مصل، المصل بتبقى لونها باهت قوي. طبعا لو العيان ده فضل فتره كبيره غالبا المصل دي بتبقى اسود، لكن انت مش هتشوف السواد دي يعني، مش هتشوف مصل سودا، هتشوف المصل از بيل مصل. تاني حاجه للكونسيستنسي، المصل الفايبل بتكون المصل فيرم، فيرم تحديدك تمسكها كده تحسها فيرم. لكن المصل اللي هي اصبحت نيكروتيك لا، المصل دي بتبقى فيري سوفت وفرايبل تيشو كده. طيب بالنسبه للكونتراكتيليتي، المفروض ان انت لما بتعمل بنشنج للفايبل فايبل مصل المفروض انها بتكونتراكت، المصل الحيه بتكونتراكت عادي، لكن المصل اللي ماتت مش بتكونتراكت. طيب بالنسبه للكباسيتي تو بليد، انت المفروض لو انت في اوضه العمليات بالمشرط بالراحه وتعمل ووند بسيط جدا كده او تجرح المصل حاجه بسيطه، المفروض ان المصل دي تبليد، لكن لو ما حصلش بليدنج فالمصل دي غالبا ماتت واصبحت اسكيميك وماتت. طبعا ممكن يحصل فيري فيري مينيمال بليدنج برضه، دي يعتبر مصل ماتت وبتتشال برضه. بصراحه بالنسبه لي الاهم هم الفورسيز بتاعه المصلز لدلوقتي وقدام، الكلر، الكونسيستنسي، الكونتراكتيليتي، الكباسيتي تو بليد. اتكلمنا على الووند، فاضل البون اللي حصل لها فراكشر بقى نعمل استابلايزيشن. بص في كلام انشا في الاول بيقول لك ان كل ما تعمل استابلايزيشن بدري كل ما تقلل الالم على العيان، كل ما تعرف تودي العيان من المنطقه الاخرى لو انت عشان الاشعه وغيره، فده ماشي كلام حلو يعني، وهتبقى فيه هيلين كويس. يهمني الاكسترنال فيكسيشن. اي عيان اوبن فراكشر في اغلب الاحيان العلاج بتاعه بيكون اكسترنال فيكسيشن. طيب هل ممكن نستخدم حاجه ثانيه؟ ممكن حاجه اسمها النيل او البليت فيكسيشن، لكن عشان استخدم النيل او البليت لازم يكون الوند بتاعك كويس كلين وانا عندي اديكويت سوفت تيشو كفرج. لكن انا يعني بصراحه الكلين ووند ده مش كل الدكاتره يعني يقدروا
يقدروا يوفروه. انت غالبا الوند بيكون كونتامينيتد يعني. ففي الغالب لما يذكر الاوبن فراكشر يذكر الاكسترنال فيكسيشن، لكن الانترم دولار نيل والبيز فيكسيشن ده يعني حتى هنا بيقول لك ان هم بيزودوا الريسك اوف انفكشن. المهم في الاكسترنال فيكسيشن عندنا حاجه اسمها بروفيشنال فيرسس ديفينيتيف تريتمنت. البروفيشنال ده يستخدم از علاج مؤقت. بمعنى ايه؟ هل انا هعتمد على الاستابلايزيشن الفراكشن ده بالاكسترنال فيكسيشن بس، ولا دي حاجه مؤقته وبعد فتره بعد ما الجرح يبقى نظيف وكويس وما فيش اديمه في العيان ابدا ادخله بقى على العلاج الاساسي اللي هو بنسميه الديفينيتيف تريتمنت. في اغلب الاحيان الاكسترنال فيكسيشن بيستخدم از بروفيشنال تريتمنت، علاج مؤقت. غالبا العيان ممكن تلاقي جاي وعنده عنده الفراكشر بتاعه والوند بتاعه مش كلين خالص وكونتامينيتد، وبلس ان العيان اديمتس وبتاع، فانت لازم تستخدم الاكسترنال فيكسيشن ده تثبته من بره كده، وده بيديك ريلاتيف ستابيليتي، والريلاتيف ستابيليتي مش حلو قوي، لا انا عايز ابسولوت ستابيليتي. بعدها بفتره بشيل الاكسترنال فيكسيتور اللي انا استخدمته وادخل العيان اوضه عمليات تاني وابدا اركب له ديفينيتيف تريتمنت عن طريق وسائل تانية، ممكن يكون نيل، ممكن يكون بليت وسكروز، اي وسيله اخرى يعني. ففي الغالب الاكسترنال فيكسيشن يستخدم از بروفيشنال مش ديفينيتيف. في ممكن لو الانترنال فيكسيشن بالوسائل الاخرى مش متاح فممكن يستخدم الاكسترنال فيكسيشن از ديفينيتيف، لكن ده مش على طول موجود. بالنسبه للصور دي ده اكسترنال فيكسيشن تحت الاكس راي واضح، ده انترامدالار نيل مستخدم في الصورتين دول. ده ووند هنا بيوضح لك ان الووند ده بيقول لك ان هو كلين وفي ادكوت كفرج، وبالتالي ممكن استخدم له الانترامدالار نيل او البليت فيكسيشن يعني. في حاجه اسمها ادجنكتيف تريتمنت ميثودز، دي حاجات بجانب العلاج الاساسي. عشان اوضح لك قد ايه الانتيبيوتيك مهم وقد ايه الانفكشن خطيره، فانت ممكن كمان تستخدم لوكال انتيبيوتيك ثيرابي. بسم الله. الانتيبيوتيكس اللي بتستخدم يعني ممكن ياخد باشكال كتيره يعني. في حاجه اسمها الانتيبيوتيك بيدز. في الانتيبيوتيك بيدز المفروض ان دي عباره عن سبح بيبقى فيها انتيبيوتيك، وانا بحطها جوه الجرح نفسه واسيبها لفتره معينه. طوال الفتره دي السبح دي بتعمل ريليز للانتيبيوتيك جرادولي يعني على فترات، تمام؟ وبالتالي انا كده وفرت للعيان كل فتره بياخد انتيبيوتيك فسموها انتيبيوتيك بيدز. بعد فتره بشيل السبح دي او البيدز دي. في حاجه تانية اسمها بايو ديجريدابل انتيبيوتيك كاريرز، ودي بتبقى ماتيريال بيكون فيها انتيبيوتيك ومصممه بحيث ان بحطها في السكن من جوه واقفل عليها عادي، وبعد فتره الجسم نفسه بيمتصها يعني بايو ديجريدابل يعني. ده معنى كلمه بايو ديجريدابل. وهي حاجه اسمها كولاجين فليسس كاريرز. الكولاجين ده عباره برضو ماتيريال بيكون فيها كولاجين. الكولاجين ده جايبه من انيمال في الغالب، والجواند ده بيستخدم هذا الكولاجين عشان يبروموت الهيلينج بتاعه، لان احنا عارفين ان السكين بيحتاج كولاجين صح، والسوفت تيشو عموما بيكون فيه كولاجين، فممكن تحطه على الجرح عادي. طيب قدر ان انا مش عايز كاريرز خالص، ممكن نستخدم بودر زي الفانكومايسين بودر وارشه على الجرح، او ممكن يستخدم ايكوس سوليوشن زي الامينو جلايكوسايدز عن طريق حقنه وبياخد على العيان. دي كلها وسائل او اشكال مختلفه للانتيبيوتيك. رقم 2 في حاجه اسمها كوتينج اوف امبلانت. بيقول لك ان الامبلانت اللي بتحطه ده او الماده اللي انت بتحطها في الجسم زي ممكن تكون النيل، ممكن تكون البليتس والسكروز، ده من الحاجات اللي الانفكشن بتروح تقف عليها. فانا بخاف يعني، بخاف ان الحاجات دي تيجي عليها انفكشن والجسم يبدا يرفض الامبلانت اللي انا حاطه والانفكشن تزداد سوءا وكده. فانا بعمل له ايه؟ بنجيب انتيبيوتيك وبنحطه في ماتيريال معينه واعمل كوتنج للامبلانت بالماتيريال دي. فبنعمل زي الجينيتومايسين يعني. الجينيتومايسين متحط على بوليمر، واجيب مثلا النيل كمثال واقوم جاي اعمل كوتنج للنيل بالبوليمر ده. اخر حاجه اسمها فاكيوم اسيستد كلوجر، ساعات بيسموها الفاك كاول حرف من الثلاث كلمات دول. في الفاكيوم اسوشيتد اسيستد كلوجر ثيرابي ده الجهاز بتاعه. المفروض ان ده جهاز العيان عنده جرح بالشكل ده، بنبدا نحاول نقفل الجرح ونبدا نحط تيوب، والتيوب دي متصله بالجهاز المعين ده. الجهاز المعين ده يعني كرييتد بحيث ان هو
يخلق لك نيجاتيف بريشر جوه الجرح. ايه فايده النيجاتيف بريشر عموما؟ النيجاتيف بريشر ده عارفين ان هو بيعمل سكشن، بيشفط للحاجات اللي جوه. ايه الحاجات اللي ممكن يشفطها عشان يحتاج الجهاز؟ ممكن يشفط لك الدم، ممكن الجرح يعمل دم يشفطه، الاكزودس اللي تطلع، اني فلويدز عموما تطلع، فده هيخلي الجرح بتاعك ايه يبقى كلين اكتر، يخليه الهيلينج بتاعه يبقى اسرع. بلس كمان زي ما انت شايف يعني احنا الايجز بتاعته بنحط عليها التيوب، تحت التيوب بنحط شويه حاجات كده مش عارف ايه ده بصراحه، لكن الحاجات دي بتشد الايجز على بعضها كده، فلما تشد الايجز على بعضها تقلل لك السايز بتاع الجرح. ده حاجه اسمها الفاك ثيرابي، والديفايس اللي بتستخدم اسمها الفاك ديفايس زي الجهاز ده، وده الصوره بتاعته. ده اخر حاجه يعني، انا مش عارف الصوره دي محطوطه، لكن ده المفروض ان هو نيل مصمم بطريقه معينه بحيث ان هو بيحتوي جواه على انتي بايوتكس، وانت بتقدر تتحكم في الانتي بايوتكس اللي متحط. فيعني مش عارف الصوره دي ما جالش اي ذكر عنها في المحاضره، لكن احنا قلنا نقولها برضو. بيكون في طبعا كل ما يكون في انتي بايوتكس جوه بلس انتي بايوتكس انت بتحطها من عندك، غالبا انت بتقضي خالص على اني سورس اوف انفكشن. كده احنا المفروض ان احنا خلصنا التريتمنت بتاع الاوبن فراكشر كامل. سريعا كده، الاوبن فراكشر ده بتعامله از امرجنسي، حاجه لايف ثريتنينج ممكن تكون، لازم مهم الانفكشن تعالجها immediate systematic antibiotic. طب وبعد ما يخش الاو ار او الاوبريتنج روم لازم تبدا تعمله ديبرايدمنت كويس، وكل ما يجي لك الاو ار تعمله ديبرايدمنت تاني ري ديبرايدمنت. بعدين مهم ان انت تستابلايز الكسر بتاعك، وكل ما يكون في الوند كلوجر كل ما يكون ايرلي كل ما يكون افضل. كده يا شباب نكون خلصنا المحاضره، اتمنى تكون استفدتوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.